بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. سهره رياضيه جديده، ملعبكم اون تايم دائما معكم، كل الاسرار والكواليس والانفرادات واخر اخبار ساعه كالعاده. خلونا نبدا بالكورونا. حالات اللي تحولت من ايجابي الى سلبي الحمد لله بنقترب من 20,000، يعني 17,841 اللي خرجوا 16,338. الاجمالي عندنا 61,130، والحالات الجديده النهارده زادت شويه 1569 بزياده حوالي 100 عن امبارح. حالات الوفيات قلت شويه 83، اجمالي الوفيات 2533. ان شاء الله بالرحمه للي رحلوا عن دنيانا وبالشفاء للي موجودين لسه في العزل او في حالات المرض، يعني ربنا يشفيهم وباذن الله بامر الله يعودوا زي الفل. هاشتاج حلقتنا النهارده عوده الدوري مع شوبير، وسؤال الحلقه بعد عوده الدوري برايك من المرشح الاكبر للفوز باللقب؟ بتبعتوا لنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي. دلوقتي وانا معاكم تشيلسي متقدم 2-1 على المان سيتي. هذه النتيجه او حتى لو لحق المان سيتي بهدف التعادل هنقول مبروك 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 لليفربول. خلاص كلنا بنشجع نادي ليفربول، كلنا بنشجع محمد صلاح. صحيح عمده ليفربول قال لهم الاحتفالات خلوها هاديه. هاديه ايه يا عم؟ ده 30 سنة منتظرين البطولة يعني. فأعتقد ليفربول هتنفجر بعد قليل، اللي ما كانش النهاردة هيبقى بكرة أو على مدى الأسبوع أو في أول تمرين لهذا الفريق. وسعادتي أكتر إنه كان بعودة صلاح، إنه بتسجيل صلاح امبارح أمام كريستال بالاس، إنه صلاح إن شاء الله بدون مقاطعة هياخد هداف الدوري الإنجليزي السنة دي عشان يعمل إنجاز يشبه الإعجاز. ما أعتقدش إنه في واحد حصل على لقب هداف الدوري في إنجلترا ثلاث مرات متتاليه. هتقول لي يا عم ده لسه جيمي فاردي 19 وصلاح 17، هيسبقه والله العظيم باذن الله هيسبقه ياخد هداف الدوري. هنحتفل بصلاح وليفربول ولكن بعد قليل. الى موجز الاخبار، يلا بينا يا نصر. الاهلي بيعلن الاجراءات الوقائيه الواجب اتباعها قبل فتح ابوابه للاعضاء من جديد، عاملين حاجه حلوه قوي. ايضا النادي الاهلي بيواصل تدريباته لليوم الثاني وحضور الكابتن الخطيب التمرين وصالح جمعه في الجيم، وكريم نيدفيد بدا الاجراءات الجلسات العلاج الطبيعي، وحمدي فتحي ومحمد محمود بيواصلوا التاهل. الاهلي قرر انه يلعب مباراتين وديتين قبل استئناف بطوله الدوري العام. في نادي الزمالك قالت شريف اسلام مدير التعاقدات، والراجل طلع كتب شكر للنادي وابعاد محمد بدر المدير المالي عن الفريق. كارتيرون الراجل اللي عاجبني جدا بيطالب بلعب اربع مباريات وديه لاعداد الزمالك خلال الفتره المقبله. طلايع الجيش بجديه تامه بياخد مارانو الثاني على مجموعتين استعدادا للدوري، واسوان اجرى المسحه الاولى في المركز الاولمبي بالمعادي. حرس الحدود ووادي دجله وطلايع الجيش والانتاج الحربي بكره هيعملوا المسحه الثانيه، وسموحه والمقاولين والاتحاد السكندري وانبي السبت، وتاجيل مسحه الاهلي الى الحد. المجلس التنفيذي للكاف بيجتمع 30 يونيو الجاري عشان يحسم مصير كأس الأمم الأفريقية 2021، وأيضا مواعيد استئناف بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية. وكيل أعمال النجم تريزيجيه يؤكد أن جلطة سراي من الممكن أن يكون هو أو هي محطة تريزيجيه في حالة هبوط أستون فيلا من الدوري الممتاز الإنجليزي. في تقارير تونسية بتقول إنه النجم الساحلي دخل في مفاوضات للتعاقد مع تاكيز جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة، مجرد تقارير لم تتأكد حتى الآن. الاتحاد الإماراتي بيحدد 3 سبتمبر المقبل موعد لانطلاق كأس الخليج العربي، و9 من نفس الشهر بداية الدوري، وبيعين بينيتو الكولومبي مديرا فنيا للمنتخب. في الدنمارك 500 مشجع في حضور نهائي الكأس الدنماركية أو اليوليو المقبل.
والفيفا يقرر إسناد تنظيم كأس العالم للسيدات المقبلة لأستراليا ونيوزيلندا 2023 بعدما تفوقوا في التصويت على كولومبيا. ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بيمد جلسته اللي اتعقدت اليوم للأسبوع اللي جاي، وبيكلف اللجان المختصة بإعداد تقرير بشأن استئناف الموسم. في مفاجأة غير سارة، النجمة رنيم الوليلي بتعلن اعتزال الاسكواش بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، كفت ووفت وأدت كل ما عليها. دي أخبارنا النهاردة، تقرير مفاجأة نشوفه ونرجع نكمل مع حضراتكم. زي النهاردة من 24 سنة قدر الأهلي يفوز على الزمالك في لقاء القمة رقم 77 في الجولة 29 وقبل الأخيرة لموسم 95-96، وقدر بكده يحسم واحد من أهم وأغلى الألقاب في تاريخه. كان موسم استثنائي في قوته وإصارته بين القطبين، خصوصا في الدور الثاني لما حصد الأهلي 8 انتصارات متتالية وتصدر الترتيب برصيد 66 نقطة بفارق الأهداف عن المنافس التقليدي اللي من جانبه خسر 6 نقاط بعد ما تعادل مع الألومنيوم والترسانة والسويس بنتيجة 1-1. على استاد القاهرة كانت الأجواء في قمة التوتر قبل المباراة اللي حضرها جمهور كبير، والسبب كان وجود خلافات على طائم التحكيم المصري اللي هيدير المباراة واللي رسف الآخر على أدري عبد العظيم اللي اعترض عليه الزمالك. الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد رفعت وفاروق جعفر بدأ المباراة بتشكيل مكون من نادر السيد وحسين عبد اللطيف وأشرف قاسم ومدحت عبد الهادي ونبيل محمود وعصام مرعي وإسماعيل يوسف وعفت نصار وخالد الغندور وحازم إمام وأيمن منصور. أما الألماني راينر هولمان المدير الفني للأهلي فلعب بأحمد شوبير وإبراهيم حسن ومحمود أبو الدهب ومشير حنفي ومحمد يوسف وهادي خشبة وياسر ريان وأسامة عرابي ومجدي طلبة وأحمد فيليكس وحسام حسن. الشوط الأول عدى على خير وخرج الفريقين حبايب رغم تفوق الأهلي وضياع أكتر من فرصة أهمها رأسية فيليكس فوق المرمى مباشرة. في الشوط الثاني شدد الأهلي من ضغطه وضيع حسام حسن فرصة هدف مؤكد، بعدها نجح الغاني أحمد فيليكس في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 67. ومقابل زيادة التوتر بين لاعبي الزمالك والثقة والتألق من لاعبي الأهلي سدد حسام حسن في العارضة قبل ما يخلص المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 85، وبعدها رفض الزمالك يكمل المباراة وانسحب من الملعب علشان تطلع بعدها ب 48 ساعة قرارات رادعة جدا كانت بحل مجلسي اتحاد الكورة والزمالك وتعيين مجلسين مؤقتين برئاسة محمد السياجي لاتحاد الكورة ودكتور كمال درويش للزمالك. يمكن البطولة دي أنا شاهد عليها، بس صحح معلومة أنه ألان شيرر وتيري هنري فازوا 3 مرات بلقب هداف الدوري في إنجلترا متتالية، أما ليفربول ما حصلش. لو حصل لمحمد صلاح إن شاء الله تبقى الأول مرة في التاريخ، وخلاص المباراة في نهايتها وهنحتفل سويا بتتويج ليفربول بالبطولة وأيضا نجمنا محمد صلاح. المباراة دي الحقيقة والبطولة دي بالتحديد كانت من البطولات الصعبة جدا، لأنه في هذا الموسم نادي الزمالك باسمه وتاريخه وعراقته طبعا فعل كل شيء لإعادة البطولات مرة أخرى، وخاصة أن الزمالك كان كسب الدوري سنتين في بداية التسعينيات، وكان الكل بيتوقع أنه هيبقى هذا العصر هو عصر كله انتصارات لنادي الزمالك، إلا أنه الأهلي أعاد بناء نفسه من جديد، وكان طبعا عنده حسام حسن. حسام حسن يا جماعة مهاجم من الصعب جدا انك تلاقي مهاجم تاني زيه، وكان بقى فيليكس في افضل حالاته، يعني كان مكسب كبير جدا النادي الاهلي
يمكن كان قبلها طبعا كان ايمن مشي ساعتها، ايمن شوقي ومحمد رمضان كان قرر الاعتزال، لكن كان الاهلي عنده يعني ترسانه لعيبه غير عاديه يعني. الزمالك كان بادئ الموسم على افضل ما يكون وعلى اروع ما يكون، والنادي الاهلي في بدايه الموسم كان عنده اهتزاز، كان المدرب هولمان وكان مدير الكره رحمه الله عليه كابتن ثابت البطل. الدنيا ما ظبطتش قوي مع النادي الاهلي، بس مع بدايه الدور الثاني الامر اختلف تماما يعني. الزمالك بقى كان عنده اسماعيل يوسف وكان عنده احمد رمزي وكان عنده نادر السيد وكان عنده خالد الغندور وعنده اسماء تقيله جدا في عالم كره القدم، والاهلي بدا يثبت فرقته في هذا التوقيت يعني بشكل اكتر من ممتاز. الاهلي كسب 8 ماتشات تقريبا متتاليه قبل هذا اللقاء في 24 بونت، والزمالك فرق الست نقاط اللي كان موجود تقريبا خسرهم في مباراتين زي ما قال زميلنا العزيز فيصل في التقرير اللي كتبه احمد تيمومي، ووصلنا في هذا اللقاء الاهلي اعتقد كان فارق في الاهداف، والفوز كان مهم يعني في هذا اللقاء لاي من الطرفين، كان فاضل مباراتين بعدها يعني. الدور الاول كانت المباراه انتهت بالتعادل بدون اهداف، وكنت انا برضو كابتن التيم وكان كابتن اسماعيل يوسف هو كابتن تيم نادي الزمالك في هذا التوقيت، وصممنا ان احنا ننجح تجربه جمال الغندور. جمال الغندور كان اول حكم مصري منذ فتره طويله جدا يدير هذا اللقاء، وبس هحكي لكم قصه ليه حكم مصري في هذا الموسم. كان الرئيس الراحل حسني مبارك عليه رحمه الله كان في مناسبه رياضيه، فحصل كلام يعني وقال لهم كان جمال غندور موجود بيسلم عليه يعني، مش فاكر بالظبط، لكنه قال لهم امال ليه الحكام المصريين بيحكموش اهلي وزمالك، ما يحكموا اهلي وزمالك. فقرر اتحاد الكوره انه يتم اسناد المباراتين لحكام مصريين. هتلاقوا هنا كابتن قادر عبد العظيم كابتن جمال غندور، وكان في موجود ان لم تخني الذاكره كمان كابتن جمال صدقي تقريبا يعني. فالدور الاولاني لعب كابتن جمال الغندور المباراه وانتهت بخير وسلام 0-0، وحرصت قوي انا واسماعيل يوسف ان احنا نهيئ الاجواء في الملعب لجمال الغندور، بمعنى ما حدش يعترض، ما حدش يتخانق، ما حدش يثير الجماهير عشان ننجح التجربه. والمباراه خلصت 0-0 بسلام وامان، وكانت مباراه يعني هادئه، ما كانش فيها احداث ساخنه، لا طرد ولا كروت صفراء يعني، كانت متكافئه. الزمالك تيم طول عمره تيم محترم وكبير يعني. لما بقى الاهلي تالق في الدور الثاني وخد كل المباريات والزمالك بدا يخسر المباريات، حصل انه الزمالك رفض الكابتن قادر عبد العظيم، والحقيقه ما كانش معاهم اي حق، لانه الكابتن قادري حكم شديد الاحترام. اولا قادر عبد العظيم هو رجل قوات مسلحه، يمكن ناس كثيره ما تعرفش ده يعني، رجل ضابط يعني، رجل الشرف عنده هو الاساس زي اي حد الطبيعي يعني، لكن دول كمان بيبقوا متحملين المسؤوليه اكتر، ومحدش بيعرف اي حكم اذا كان اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا اي حاجه يعني. حسين علي موسى كان في الاسماعيليه كان بيحكم مباراه النادي الاهلي وكان شديد الاحترام، وغيره من الاسماء الكبيره المحترمه زي الكابتن حسين وغيرهم يعني. فاللي حصل احنا قبلها باسبوع بقى بدات الهيصه بتاعه الحكم و احنا كنادي اهلي كنا فاصلين نفسنا خالص. يجي الكابتن جمال غندور، يجي الكابتن قادر عبد العظيم، يجي الكابتن جمال صدقي، لا الاهلي اعترض على حد ولا طلب حد ولا قال ده ولا قال ده لا، وكان تركيزنا احنا كلاعيبه في المباراه فقط لا غير، لانه احمد الكاس مثلا كان موجود في الزمالك وده من اللعيبه الهايلين يعني، حاجه جامده جدا في عالم كره القدم. فاحنا نزلنا مركزين، لقينا الحكام كلهم واقفين قبل بدايه المباراه، ليس لنا علاقه بهذا الامر، سخنا ونزلنا. وبعدين الشوط الاولاني خلص 0-0، الشوط الثاني زي ما انتم شفتوا كده فيليكس جاب الجون الاولاني، ومشت المباراه لحد دقيقه 85. احنا كنا ليدنج بقى يعني، احنا كنا افضل في المباراه بشكل احسن، والمباراه شكلها رايحه يا اما الهدف ثاني او تخلص بهذه النتيجه. الى الدقيقه 86 تقريبا، 85 86 حسام جاب الجون الثاني، خلاص معناها انه المباراه انتهت يعني. فحصل ساعتها لعيبه الزمالك حتى وقفت في البدايه، لو ترجعوا الصوره ترجع هتلاقي اللعيبه واقفه عادي ما فيش حاجه يعني، هم كانوا بيلعبوا على التسلل. كان ساعتها الزمالك عنده معرفش كان قرار انه اثنين يبقوا مدربين، كابتن احمد رفعت عليه رحمه الله والكابتن فاروق جعفر ربنا يديله الصحه يا رب ان شاء الله، فالاثنين كانوا مديرين فنيين وكنا بنسمع بعضا من الخلافات. بصوا حضراتكم يعني شوفوا ده، لا ده الجول الاولاني، الجول الثاني هو المهم بالنسبه لي، لانه حتى مش هتلاقي اعتراض من لعيبه الزمالك خالص يعني.
مش مهم بقى انه نبيل محمود طلع قال ايوه ما كانش اوفسايد واحنا خلاص حسينا ان البطوله ضاعت مننا فيعني قررنا مش اللعيبه اللي بتقرر طبعا يعني حد من الاداره قال لا ما يكملوش وانسحب نادي الزمالك من هذا اللقاء. هتلاقي الجون الثاني اصلا كانت ضربه حره مباشره لنادي الزمالك وبعدين اتشتتت اتلعبت طويله. هبص لحضراتكم ادي الكوره هنا بقى الباص بصوا حسام صنع سارق الناس ازاي وهنا وكل لعيبه الزمالك وقفت دخلت جون. بص مش هتلاقي ده مصطفى كمال خلاص الدنيا خلصت وعادي. بعدها حصل الاعتراض وحصلت المشاكل حد كده رمى شرائط لا حتى قبل ما الكره تطلع من رجل يمكن ده هادي خشبه. الفرق كبير جدا ما بين حسام واخر مدافع اللي هو بيرفع ايده قد يكون نبيل محمود يعني وسدد حسام هداف عظيم يعني وخلصت المباراه يعني خلاص المفروض انسحب لعيبه الزمالك ساعتها. وبعد كده لما تاكدوا من صحه الهدف يعني قالوا انه لا اصل احنا ما كناش عايزين ادري عبد العظيم وبدات بقى تحصل المشاكل. هنا بقى النزول من خارج ارض الملعب بدا بقى انت عارف اللعيبه ادي كان احمد سليمان مدرب الحراس كابتن احمد رفعت رحمه الله كان مدير فني وكابتن فاروق جعفر كمان كان مدير فني. المهم انتهت المباراه وبعد كده كان عندنا مباراتين كسبنا مباراه وتعادلنا مباراه والزمالك اظن خسر في مباراه بعد كده وانتهت بطوله من اصعب المباريات او البطولات. طيب نبارك لليفربول ببطوله الدوري العام. قعدت اطول معاكم شويه بس لحد ما المباراه تنتهي يعني هنحاول كده الجدعان بقى عندنا في الاعداد يجيبوا لنا صوره المدينه. صحيح الدنيا متاخره في فرق ساعتين بيننا وبينهم والاجراءات الاحترازيه وكده لكن بالتاكيد هيبقى فيه افراح موجوده في ليفربول هنحاول نشوف لو في صور موجوده. هذا الانتصار الحقيقه بالنسبه لنا احنا اصبح مهم لانه اولا ليفربول نادي كبير جدا. قولوا لي بس يا جماعه اخر مره فاز في الدوري اعتقد 30 سنه او 32 سنه كمان فاز بيها ليفربول ببطوله الدوري 30 سنه بالظبط 89 90 كان دالجليش هو المدرب يعني واول لقب كان 1901 بعد 12 سنه من البطوله يعني. اللقب ده يعني مهم جدا جدا لانه مشكله مع فريق المان يونايتد بس المان يونايتد بعد تماما عن البطولات يعني. يعني ليفربول لما كان كسب اللقب رقم 18 من 30 سنه كرصيد المان يونايتد 7 بطولات. في الفتره دي كسبوا 13 لقب مقابل لقب واحد ليفربول. دي الرقم 4 ليرجن كلوب ومحمد صلاح من ساعه ما كلوب مسك الفريق لانه خد دوري ابطال اوروبا خد السوبر الاوروبي خد كاس العالم للانديه وادي الدوري والسنه اللي فاتت الدوري خرج منه او ضاع منه من يعني بفرق نقطه وحيده يعني. صلاح امبارح بيسجل هدف رقم 17 ليه في شباك كريستال بالاس فرق هدفين عن جيمي فاردي هيحصلهم ويسبقوا ان شاء الله ويبقى ثالث مره ياخد هداف الدوري العام. كنت احاول اجيب لكم شويه اهداف لمحمد صلاح لما كان مع المقاولون العرب لكن احنا كلنا الحقيقه كمصريين وكعرب فخورين بهذا الانتصار فخورين بهذا او فخورون بهذا النجاح حاجه جميله جدا حاجه تشرفنا يعني بمنتهى الصراحه. والاصرار في انجلترا على عوده البطوله ده قبل المباراه يعني جوارديولا مع لامبرت وجوارديولا عارف ان القصه بالنسبه له كانت صعبه وقال من البدايه مش هسمح انه ليفربول يفوز بالدوري السنه الجايه تاني بعد ما فاز بيه السنه دي قبل حتى لقائه مع تشيلسي. دي بعض الصور من اللقاء. طبعا صفاره البدايه بتبقى بالجلسه القعده على الركب يعني تكريما لسيره جورج فلويد اللي مات بسبب العنصريه طبقا لحزن الكثيرين في اوروبا وفي امريكا. لكنه فوز ليفربول الحقيقه فوز لنا جميعا انتصار لنا جميعا نجاح لمحمد صلاح في العام الثالث على التوالي بعد ما ساهم في العديد من بعض المغرضين هنا في مصر. يعني الحقيقه يعني ما شاء الله صلاح حاجه جميله زي ما بقول لحضراتكم 17 هدف 4 بطولات مع النادي هداف الدوري مرتين ورا بعض وان شاء الله قادر على تحقيق الثالثه. مبروك ليفربول مبروك لمحبينه مبروك للريدز مبروك لنجمنا وده اللي يهمنا النجم الكبير محمد صلاح. محمد صلاح لازم كده نبقى سعداء وفخورين كده بابنائنا ورافعين راسنا في السماء فوق بولادنا بنجومنا بابطالنا
محمد صلاح نجم فوق العادة، فوق العادة الحقيقة يعني، رغم ما تعرض لي من بعض الأشخاص المغرضين هنا في مصر الحقيقة، لكنه ما أعتقدش أنه في سفير رياضي في مصر قدم 1/10 من اللي قدمه محمد صلاح. قد إيه كنا ملتفين حوالين ميدو لما كانت تجربته الاحترافية في توتنهام وفي أياكس وفي عدد من الدول، وكنا نأمل لعمرو زكي أيضا بالنجاح، لكنه محمد صلاح جاء ليحطم كل الأرقام القياسية بطريقة مذهلة يعني. مبروك يا أبو صلاح، وهنحتفل بيه على مدار الحلقة. ناخد دكتور عادل كريم. مساء الفل يا دكتور عادل. خير يا كابتن، صوتك فرحان. انت عارف من زمان يعني. اصل هو الدكتور عادل ليفربولي صلحاوي، صح كده يا فندم ولا انا مش واخد بالي؟ لا قبل يعني انا بشكل فرصه قبل صلاح يتولد طبعا، يعني زاد مع صلاح، بس انا بشكل قبل صلاح يتولد اساسا. نعم نعم. ليفربول اهي المدينه، هتبدا بقى اجراءات الاحتفال. بدات اجراءات الاحتفال، الناس نزلت نزلوا عند انفيلد خلاص، الناس نزلت، مش نزلوا بقى ولا احتياطات ولا حظر ولا اي حاجه، مش فارقه بقى صراحة. الكره حياه يا دكتور عادل، الكره طبعًا حياه طبعًا. واي حد ممكن من 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 3 اسابيع او من شهر كان يقول من المستحيل ان تعود كره القدم، وحتى بوريس جونسون رئيس الوزراء نفسه، الراجل كان بيموت وكان على اجهزه تنفس، هو اللي رجع وهو اللي اخذ القرار حتى تعود الحياه من جديد. كان قرار جريء من الحكومة البريطانية وأيضا من رابطة الأندية في إنجلترا، لكن خلينا نحتفل بابننا بنجمنا محمد صلاح، فوز بعد غياب 30 سنة. ماذا يعني يا دكتور عادل؟ بيعني كتير قوي يا كابتن، بيعني ان الراجل اللي جه سنه في اكتوبر 2015 وعمل مشروع، وناس كتير هاجمته، وناس كتير قالت انه لا مش مشروع، وراجل بيضحك على الناس بالاحضان وبالرومانسيه وبالكلام ده، لا بيعني ان الراجل ده عارف هو كان بيعمل ايه. الراجل اللي في اول يوم ليه في ليفربول، طبعا بتكلم على يورجن كلوب طبعا اكيد الناس فهمت اللي اول يوم ليه في النادي قال لازم الجمهور يتحول من مشككين الى مصدقين والى مؤمنين باللي احنا هنعمله، اللي قال ان انا لما هقعد هنا عشان اجدد عقدي بعد 4 سنين هنكون خدنا بطوله كبيره، لما قال ان انا هدفي الاول هو ان احنا ناخد الدوري ال 19، عمل كل اللي وعد بيه عمله. عمل مشروع عظيم جدا، ضم نجوم يعني ما كانوش نجوم عالم بس خلاهم احسن لعيبه في العالم وخلاهم نجوم العالم. محمد صلاح يعني اللي لازم كلنا طبعا نفخر بيه ونرفعه فوق راسنا، اللي راح ليفربول هو كان يوم ما بيجيب 12 13 جون في روما بنقول ده عمل انجاز، راح بياخد هداف الدوري سنتين وبياخد احسن لعيب في الدوري، وان شاء الله يبقى ثالث سنه السنه دي، بياخد دوري ابطال اوروبا، بياخد كاس عالم انديه، بياخد سوبر اوروبي، والنهارده بياخد دوري انجليزي، بيعمل اسم لنفسه وتاريخ لنفسه ومكانه هتفضل طول عمرها في قلب جمهور ليفربول اكيد يعني. طيب خليني ارجع اسالك، ادي وكالات الانباء العالميه بدات تبث الافراح والاحتفالات من مدينة ليفربول، وهنتابع نشوف الدنيا شكلها عاملة ازاي، وكل الوكالات الإخبارية والقنوات العالمية بدأت تنتقل إلى ليفربول مباشرة لنقل الاحتفالات زي ما قلت، الناس نزلت. لكنه هل معنى هذا الفوز محمد صلاح، بسم الله ما شاء الله، أصبح في كل موسم بيحقق بطولة، بطولة أوروبا، كأس أندية العالم، كأس السوبر، واليوم البطولة الأغلى بالنسبة لهم، أنا وجهة نظر أن حتى أغلى من بطولة أوروبا، انت عارف كان التساوي يعني مع المان يونايتد، ومان يونايتد سبقهم بلقب الان، لكن اتصور ده معناه عقد جديد لمحمد صلاح، مش بتكلم في الماديات، لكن او عهد جديد لمحمد صلاح ممتد مع ليفربول يا دكتور عادل. زي ما كنت لسه بقول لحضرتك، صلاح خلاص بقى نجم اسطوري عند جمهور ليفربول اكيد. نعم. بقى بادائه وبارقامه والبطولات اللي رجعت يعني الخي على قدوم الوردين زي ما كنا احنا بنقول يعني. اكيد هو حاليا هو اكتر لعيب بيتلقى راتب يعني في ليفربول، واعتقد ان هو اكيد رغم هيبقى فيه عروض وهيبقى فيه اغراءات ليه، لكن اعتقد ان صلاح يعني اصبح واحد من رموز ليفربول كنادي وكمدينه، واعتقد ان هو ان شاء الله لسه عنده كتير يقدمه مع النادي ده. دكتور عادل كريم بشكرك شكرا جزيلا، ومبروك مره تانية لنادي ليفربول، مبروك لنجمنا محمد صلاح. ها اقول قلتش انا حاجه، جبتش انا حاجه من عندي، قلت لكم الناس هتنزل اجراءات احترازيه، قلت لكم ليفربول هتنفجر المدينه 30 سنه يا جماعه من الحرمان ومن الانتظار، وبالتالي الناس نزلت يعني الى الشوارع دي، من جبنا لكم من الوكالات العالميه ومن القنوات العالميه اللي بتغطي هذا الحدث، ولسه بقى لما الفريق هيصل وهل هيطلعوه في سياره مكشوفه ولا لا،
هذه هي الفرحه وهذه هي السعاده وهذه هي متعه كره القدم. ليه بقول ده او ليه بركز على ده؟ لانه انا على فكره البعض اللي هو خايف من العوده وخايف على الحياه وخايف على الصحه طبعا يعني معاه كل الحق. لما يطلع استاذ فايز عريبي رئيس نادي طنطا ويقول انا عندنا 5 حالات هم 3 لعيبه و2 من الجهاز المعاونه، حتى كابتن امل المزين قال كانت مفاجاه بالنسبه لي انا شخصيا لانه ما كانش عليهم اي اعراض خوف، وبالتالي انت تاخذ كل احترازاتك وتاخذ كل احتياطاتك وتاخذ كل شيء ممكن يطمنك للمستقبل يعني. لكن الناس استجابوا وبعتوا وتعاملت المساحات وطلعت النتائج والتزموا التزام كامل. بقول لك انه كل واحد يعني ياخد باله او كل واحد يقوم بدوره المطلوب يعني. لكن تنتصر إرادة الحياة، لازم تنتصر إرادة الحياة. في انجلترا المهم في هذا الامر انه اللي اتخذ القرار الذي كان بين الحياة والموت بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، هو اللي اتخذ القرار ده، هو اللي قال لك لازم الرياضة ترجع وعادة الرياضة من جديد. عايز اقول لكم مفاجآت بالجملة، انه كانت في مباراة ودية بين ستوك سيتي وريفربول قبل بداية الدوري مباشرة يعني بعشر ايام كده، ولما راحوا هناك فعملوا المسحة بالدم، في ساعتها طلع لعيب من ستوك سيتي عنده الكورونا، لف ورجع تاني. كانت في حالات 7-8 حالات ايجابية كانت موجودة بين اللاعبين مش بين الاداريين يعني. احنا على مستوى الدوري المصري الزمالك والاسماعيلي ما عملوش المساحات حتى الان، ال 16 فريق اللي عملوا المساحات عندنا 7 حالات بين اللاعبين، وكانت حالات كلها يعني الحمد لله بعد اسبوع هينزلوا يتمرنوا لانه ما فيهاش حاجه خطر الحمد لله، واربع حالات ما بين اداريين وعمال غرف ملابس. انا شايفه رقم متوقع جدا لما تاخد 11 حاله من اصل كل فرق الدوري الممتاز، انا شايف انه متوقع جدا بل انه اقل من المتوقع كمان، وممكن في المسحه الثانيه تلاقي حالات تاني جايز وارد جدا يعني. لكن الحياه لابد ان تنتصر، هذه هي الحياه وده اللي احنا بنحارب عليه، لا بنحارب نادي ولا بنحارب مسؤول ولا نقدر نعمل ده، لانه مش دورنا ان احنا نعمل ده على الاطلاق. احنا دورنا ان احنا ندافع عن الثوابت، ندافع عن الاحترام، ندافع عن الحياه. لان انت حضرتك جربت القفله وأثرها السلبية الغير عادية، وانت قررت انت تفتح طيران ما شاء الله، الجدول نزل بتاع الطيران الدول اللي احنا هنسافر لها وهنستقبل منها بسم الله ما شاء الله تبدأ من يوم الأربع اللي جاي وتبدأ تزيد يعني، هتزود الرحلات بتاعتك الحمد لله من يوم واحد، المقاهي المطاعم بنسبة 25% وخف الدم المصريين في تعليقهم على حجزت ولا ما حجزتش. المصريين ما بيتركوش شيء إلا ما بياخدوه بضحك وبهزار وبفرفشة رغم الظروف اللي احنا عايشين فيها، لكن حسوا قد ايه ان هم كانوا في نعمة، انه ينزل يروح الجامع، انه ينزل يروح الكنيسة، انه ينزل يتمشى في الشارع، انه ينزل يروح في مطعم، ننزل يقعد في النادي. ده هو ده كان القصد والله العظيم. القصة لا قصة ده يفوز بدوري ولا ده يخسر دوري ولا ده ينزل ولا ده يطلع، أبدا القصة أعمق من كده بكتير وأكبر من كده بكتير. من هنا بس كان الواحد الحقيقة حزين وغاضب من البعض اللي واخد الأمور على أعصابه واخدها بانفعالية، هي ما تستحقش انفعال، هي تستحق رؤية، هناك رؤية للدولة وإحنا نساند الدولة. ما الدولة يعني هي الدولة عايزة تلعب كورة عشان الدولة أهلاوية ولا زملكاوية؟ الدولة ملهاش علاقة، الدولة بيبقى قدامها الميزان اللي بتوزن بيه وبناء عليه تقول الكفة دي ترجح ان احنا الحياة تعود طب ما ابسط معنى لك لا خلاص خليك في البيت زي ما كان الشعار الاولاني، خليك في البيت اقفل ما تنزلش وتشغل. طب وبعدين هناكل هنشرب هنتحرك هنسافر هنقضي عملنا ازاي؟ كان لازم دبي اشتغلت. هنا بقى اللعيبة هم خلاص بقى ما فيش يا باشا احترازات ايه ما بيحضنوش بعض في الملعب، لكن هم بيحضنوا بعض هم بيتفرجوا هنا، هو ده اللحظة دي وياما عشناها اهو. ده تقريبا دي لحظة هدف يعني تقريبا. اما يا عم قال هيقول له يا عم اجراءات احترازية والتباعد، قال له تباعد ايه يا عم الحاج، احنا فضيلك انا النهاردة عايز اخد الدوري العام. بصوا كمان ما يسعدني انه قد ايه القنوات والكاميرات ما بتسيبش صغيره وكبيره، وانا اسف جدا يعني، يمكن من فضل الله العبد الله اللي قدامكم ده
هو دخل الحاجات دي كلها هنا في الاعلام الرياضي في مصر يعني. ومحمد نصر شاهد على كده يعني. هو بدا معايا من اول يوم ازاي الكواليس اللي الناس كلها كانت تشوفها او عايزه تشوفها، وده حصل ونجحنا فيه، وبقت الحمد لله يعني السجاده واسعه على الجميع يعني للابداع، وفي ناس ابدعت وبقت احسن و و لكن الكواليس الحلوه دي اللي انت تبقى حابب تتفرج عليها. هذا هو الانتصار للحياه. العوده في المانيا توج بايرن ميونخ بطلا للدوري، في انجلترا توج ليفربول بطلا للدوري، الصراع المحتدم بين ريال مدريد وبرشلونه، فرحه الناس في الشوارع المدينه هناك في ليفربول، انتوا عارفين الدنيا الليل بيتاخر شويه وفرق التوقيت ساعتين بيننا وبين لندن، الشوارع خلاص نزلت المظاهرات في الشوارع. هتقول له بقى تقعد، احنا كنا جايبين لكم اللقطه من شويه كان فيها عربيتين، دلوقتي خلاص المدينه هتتقفل عن اخرها، ولسه بقى عودة الفريق، ولكن برضو إجراءات احترازية، هتلاقي الإسعاف موجود وهتلاقي الناس موجودة، وده أعتقد حول النادي يعني، أعتقد حوالين مقر النادي واحتفالات الجميع محيط النادي نفسه. مبروك لريفربول. طيب يلا بينا بقى على أخبارنا هنا في مصر. مفيش جديد بالنسبة لاتحاد الكرة، الأمور كما هي، المساحات شغالة، وهنبدأ المسحة الثانية بإذن الله، هقول لكم تفاصيلها بالظبط. عندي النهارده شويه كواليس حلوه، تفاصيل المسحه الثانيه هتبدا لبعض الانديه اللي موجوده زي طلائع الجيش وسموحه من بكره باذن الله، قالوا لنا بس وحطوا لنا الخبر بتاع بكره حرس الحدود والجيش و طيب عموما والانتاج الحربي هيكونوا موجودين بكره ان شاء الله. كانت معايا الورقه اللي فيها المساحات، لكنه عموما بكره المسحه الثانيه، وبعد بكره والاهلي هيبقى يوم الاحد المسحه الثانيه، لكنه سمح للانديه بالعوده والتدريب مع الفريق يعني. طيب او تدريب الفرق بصفه عامه يعني. ادي اللجنه الخماسيه قالت المواعيد بالنسبه لكل الفرق اللي هتتجمع وتجري المسحه الثانيه. هيبدا حرس الحدود ووادي دجله، ده هيبقى الصبح. طلائع الجيش الانتاج الحربي هيبقى الساعة واحدة. بعد كده الاندية اللي هتبقى يوم السبت هيبقى سموحة، هيبقى المقاولين هيبقى 9 صباحا، وبعدين اتحاد السكندري وامبي الساعة 11، وبعدين يوم الحد هيبقى الاهلي والمصري 9 صباحا، ثم طنطا الساعة 11، وبعدين يوم الاثنين هيبقى المقصة الساعة 9 صباحا، مصر المقصة، وبعد كده هيبقى اسوان، ده هيبقى اسوان في المركز الاولمبي في المعادي. وبنشكر الدوله الحقيقه انها وفرت كل هذه الاجواء ل يعني الجميع من اجل يعني راحتهم يعني. وكفايه الله يخليكم تشكيك بقى. انا عندي النهارده قرارات مهمه جدا للفيفا. الفيفا النهارده خد شويه قرارات في غايه الاهميه، اهمها انه نقل مباريات الملحق بين القارات الخاصه بتأهل كاس العالم من مارس 2022 الى يونيو 2022، وده هديك مساحه شويه كمان. كمان مباريات الاتحاد الاسيوي اللي في يونيو هيزودها تبقى 7 ايام عشان يلعبوا 4 مباريات بدل من مباراتين. كمان عمل بطولة عربية 2021 منتخبات محلية في قطر تضم لاعبين محليين، دي بقى خارج الأجندة الدولية، دي من 1 إلى 18 ديسمبر 2021. عمل بعض الأمور التنظيمية الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وسموها على مسماها 2020، مش هسميها 2021، ودخل فيها حكم الفار، واللعيبة مواليد 97 يناير 97 هيشاركوا. دي كانت أهم قرارات الاتحاد الدولي النهاردة يعني. الاتحاد الإفريقي النهاردة نشر بعد اجتماعه اعتمد استقالة معاذ حجي سكرتير عام السابق، اعتماد اختيار الدول المستضيفة لنهائي بطولات الأندية القارية. الكاميرون يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا. نشر الاتحاد دي البنود، نشر الاتحاد الافريقي بنود الاجتماع، اجتماع المجلس التنفيذي اللي هيبقى يوم 30، اعتماد قرارات المجلس التنفيذي ده الاتحاد الافريقي بنود الاجتماع، اعتماد قرار استقاله معاذ حجي، اعتماد اختيار الدول المستضيفه نهائي بطوله الانديه القاريه،
يعني هل الكاميرون ام لا. تاجيل بطولات الكاف والاجتماع ال 42 مجلس التنفيذي بسبب الكورونا، اعتماد الميزانيات الخاصه بالكاف مع متغيرات فيروس كورونا، استكمال تصفيات كاس الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون، كل ده هيتناقش. مناقشه مصير كاس امم افريقيا المحليين 2020 في الكاميرون، استئناف مسابقات افريقيا الانديه 2019 2020، بطوله افريقيا تحت 17 سنه في المغرب، بطوله افريقيا تحت 20 سنه في موريتانيا، ده كله 2021، بطوله افريقيا للكره الشاطئيه وممثلي افريقيا، حفل جوائز الكاف 2020، واتفاقيه اعتماد اتفاقيه مصر لتمديد فتره تواجد مقر الاتحاد الافريقي او المقر بالنسبه للاتحاد الافريقي. ده باذن الله الاجتماع المقرر ليوم 30 يونيو، وده هيبقى اجتماع مهم جدا كلنا هننتظره. ده بالنسبه للاتحاد الافريقي وبالنسبه للاتحاد الدولي. خلينا بقى ناخد اخبار تهم قوي الساده المشاهدين. النادي الاهلي، موضوع فايلر، زي ما قلت لكم فايلر يعود نهايه هذا الشهر او بدايه الشهر المقبل. ليه انا جبت الصوره دي بالتحديد مع حمدي فتحي؟ حمدي فتحي بقاله قد ايه غايب؟ بقاله قد ايه مصاب؟ ما عندوش سنتي ولا جرام زياده في متابعه غير عاديه في موضوع التغذيه مع لعيبه النادي الاهلي بالكامل، وخصوصا مع المصابين منهم، للحفاظ على الوزن. طول ما انت محافظ على العزيز خالد مرسي وكل الجهات الاداريه، ما بيسيبوش حاجه ما بيعملوهاش داخل المكاتب خارج المكاتب، ويعني كل الاجهزه يعني متعاونه داخل النادي او خارج النادي. الالتزام بالجلوس داخل اماكن مسموح بارتيادها، المسافه والامان، وما فيش ترابيزه عليها اكتر من 4. خلاص يعني الاماكن المخصصه للخدمات ما تدخلش الحاجات الاماكن المغلقه او المبنى الاجتماعي الا طبقا للتعليمات. طب الاعضاء اللي عايزين يلعبوا كوره 10 بس، 5 ضد 5 كمان، ايه مفيش اوضه لبس ليهم، حضرتك تيجي بلبسك، مفيش، مش هتاخد شاور، تلعب وتروح. الدواليب والتشاش والحاجات دي كلها مقفوله، المطاعم 25%، حتى الـ يعني الالتزام، المعدات موجوده والادوات موجوده، حتى كيفيه التعليمات دخول المسجد معموله. في طبعا اسانسيرات في المبنى الاجتماعي، 2 بس يكونوا موجودين. عاملين علامات على الارض كمان، يعني حتى الارض عاملين عليها علامات، بصراحة حاجة محترمة جدا. طيب بالنسبة لفرقة الكرة نفسها، عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين، الكابتن خطير عادي اتعملت النهاردة مجموعتين. المجموعة الاولى كانت فيها وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر ابراهيم وجيراردو وبادجي واليو ديانجو وايمن اشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي وكهربا ومحمد محمود. زي ما قلت لكم حمدي فتحي ومحمد محمود اقترب بشدة من العودة، ندفد قدامه شويه وقت بس، الحمد لله. يعني عكس ما كانت الناس عندها نظره شؤميه، الحمد لله الدنيا احسن بكتير جدا. من 2 إلى 3 شهور يكون موجود في الملعب بامر الله. حراس المرمى شناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير اتمرنوا مع ميشيل مدرب الحراس، تمرينات قويه جدا وتعقيم شغال جوه النادي والارشادات. وصالح جمعه كالعاده، في حياتي يعني تعاملت مع كل الوسط الرياضي يعني بلا استثناء، يعني الكل بالتأكيد محترم وجميل و و و لكنه كابتن خطيب كان كابتني لفترة ليست بالقصيرة. يعني أنا صعدت فريق أول 78 وكابتن خطيب اعتزل 87، فقعدت ما يقرب من 10 سنوات أو 9 سنوات مع كابتن محمود الخطيب في فريق كرة، وبرضه انضميت للمنتخب سنة 84 وقبلها كنت كده ظهورات سنة 83، وكابتن خطيب اعتزل دوليا سنة 86، فتعاملت معاه في المنتخب وتعاملت معاه في النادي الأهلي. هذا الرجل في حياته لم يتلفظ بلفظ، في حياته لم يتلفظ بلفظ للأمانة يعني. فالأخلاق بتبقى كوكتيل يعني مجموعة، وبالتالي هتلاقيه إداري ناجح، هتلاقيه لعيب ناجح، هتلاقيه رئيس نادي ناجح، هتلاقيه شديد الاحترام، يترفع، عارف حدوده وخصائصه، كيفيه التعامل مع النجوم زي الكابتن صالح سليم رحمه الله، او مع الرؤساء كابتن صالح كابتن حسن حمدي وغيرهم من الناس يعني. فالاخلاقيات لا تتجزأ الحقيقه، وعشان كده تلاقيه بيحظى باحترام الجميع. ده كان على النادي الاهلي. نروح على النادي الزمالك. انا عجبني جدا كارتيرون،
لانه كارترون ماشي في سكه لوحده. كارترون عارف هو عايز ايه. يعني الحقيقه الراجل ده اوعى تفكروا ان نجاحات الزمالك جايه كده من لا شيء. اكيد في اداره بتوفر بتصرف، لازم ندي لكل ذي حق حقه يعني. لكنه في مدرب اولا هو حافظ المنطقه بشكل جيد جدا جدا. الراجل صعد بالفريق الى نصف نهائي البطوله الافريقيه وده انجاز، وفاز بالسوبر الافريقي، هو بطل الكونفدراليه ليس بطل الدوري، فاز على حساب الترجي وهذا انجاز، فاز بالسوبر المصري على حساب النادي الاهلي وهذا انجاز. اذا الراجل ده مدرب محترم وله نجاحات افريقيه وعربيه وله اخفاقات، وصعوده مع النادي الاهلي لنهائي البطوله الافريقيه الموسم الماضي من وجهه نظري او الموسم قبل الماضي من وجهه نظري كان قمه الانجاز، لانه كان معاه لاعبين خبرتهم محدوده شويه، ما لهمش باع كبير في افريقيا، والظروف اللي تعرض لها والحرب النفسيه اللي تعرض لها الفريق في النهائي في تونس، لو كانت الظروف عاديه لعاد هذا الرجل بالبطوله مع النادي الاهلي، فهو محنك جدا افريقيا. كارترون عارف هو عايز ايه المرحله اللي جايه، طلب 4 مباريات وديه، طلب انه الفرقه تتجمع في وقت معين، ويعلم طلباته ويعلم اللي وراه، بيلعب مع الفرقه من بره اهو زي ما حضراتكم شايفين، عايش الاحداث بشكل جيد. ده على مستوى الجانب الفني، وهنا يعني في نجاحات لابد ان يتم رفع لها القبعه، مفيش كلام يعني. عارف يوظف اونجم، عارف يوظف بن شرقي، عارف يوظف ساسي، رجعوا لكتير جدا من مستواه، وباقي اللاعبين خلى مصطفى محمد نجم منور، صحيح المنتخب الاولمبي كان ليه الدور الاكبر، لكن الراجل كمدرب، لا مدرب محترم شديد الاحترام، تقدر تقول انه بجد حاجه جميله جدا. هو بقى كارترون بيحط طلباته لمجلس اداره نادي الزمالك، والمجلس في النهايه بيبص على الدنيا على الحدوته شكلها ايه، والمفروض انه بيحاول يوفر له كل الاجواء من اجل النجاح. وتم تمديد التعاقد ليه في الوقت اللي كانت الناس بتقول النجم الساحلي، قلت لكم كارترون هيوقع على عقد يوم السبت وهيكون في منزل رئيس النادي، وهذا الامر حدث يعني. فالزمالك عنده بعضا من الاخبار الهامه، اهمها انه مدير الاستقالات، مدير التسويق والانتقالات، في قول انه استقال، وفي قول انه استقيل، وفي قول انه اقيل، شريف اسلام مدير التعاقدات والقضايا الخارجيه. الحقيقه بس ما فيش حاجه اسمها مدير التعاقدات والقضايا الخارجيه. القضايا الخارجيه دي بيبقى مسؤول عنها حد قانوني محنك، فهي ده مش دور شريف، وانا عارف انه انا اعرف ان شريف ده كويس شاطر يعني، ما اعرفوش على المستوى الشخصي. في النهايه هو شيلوه قصه بقى حمدي النجاز، ونفس الامر محمد بدر المدير المالي للفريق، محمد بدر ده بيشتغل في النادي فهيرجع تاني، طبعا عارفين طبعا قضيه حمدي النجاز وما حدث فيها، ومعلش ما حدش يزعل مني من الزملكاويه انه تم التعامل مع هذه القضيه بخناق وزعيق وصريخ، وهذا الامر ما كانش ينفع خالص. يا جماعه الحاجات دي ورق الفيفا ولا سمعنا، ولا المحكمة الرياضية سامعانا خالص، ورق. انت حضرتك بتروح بتقول انا يا فندم باخد كذا ودي حياتي كذا، انت حضرتك قدم ورق، نادي الزمالك ما قدمش ورق، بس خلاص. كل بقى اللي بيحصل والكلام والهيصة والدوشة دي ولا ليها لازمة خالص، ولا هتحوق. كل ما في الامر يعني ان الجماهير بتبقى طب هيحصل، مش هيحصل حاجه غير ان انت تقدم ورق. لو قدرت تجيب ورق عشان ترد على الورق تكسب، ما جبتش ورق هتخسر، بس منتهى البساطه. فهو عيني شريف تحمل هذا الامر، ومحمد بدر انه بيديله ورقه انه يعني بياخد مرتبه شهري، ده الورق، لانه في الاول سمعنا ان هذا الورق مزور. طيب فعيني الناس قال لك خلاص ده مزور، وبعدين رجع قال لك لا اصل المحامي باعنا، لا المحامي باع ولا الورق مزور، هي القصه انه ما تمش التحضير بشكل جيد لهذه القضيه فخسرها نادي الزمالك. لكن كل الامل انه الحكم في المحكمه الرياضيه يكون مخفف على نادي الزمالك، او الغرامه، والغرامات هنا بتدفع، لانه العقوبه بتبقى ايه؟ ما تدفعتش بيخصم لك نقاط، استمرت انت ما تدفعش هيفضل بالفوائد وتخصم لك نقاط، ما كانش كده بتنزل للدرجه الادنى. ففي حاجات ما فيش هزار فيها، هتدفع والامر لله يعني. هذا هو الامر بالنسبه لحمد النجاز، وبالنسبه لاقاله
او استقاله شريف اسلام وكارترون وطلبوا 4 مباريات وديه، لانه خلي بالكم كده احتمال على 4-9 او الاسبوع الاول من 9 الدنيا تعود. يعني بالنسبه لفايلر عشان كان الكلام اتقطع، العوده في نهايه هذا الشهر او بدايه الشهر المقبل. الاهلي انهى كل الاجراءات للتجديد مع ريني فايلر، اعتقد مع عودته الى مصر سيتم الاعلان بشكل رسمي عن تمديد عقد ريني فايلر لمده 2 مع النادي الاهلي. الاهلي كان عامل معاه عقد لمده 1 سنة، كانوا بيختبروا بعض يعني، فالاثنين شافوا ان العلاقه جيده وان الراجل ناجح، والراجل شاف انه مبسوط وان الامور تسير بشكل جيد. خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل مع حضرتك. مصري سواء محمود وادي يعني فلسطيني مصري، واستون اموتو نجم طبعا نيجيريا، يعني الاثنين طلبوا ان هم يجروا الحوار مع بعض. محمود قال انا عايز اجري الحوار مع استون، رغم ان الاثنين بيلعبوا في مركز واحد وبينهم اكيد نفسنا، صح؟ ما فيش نفسنا. انا هسيبك تجري الحوار. اموتو ايه برو، هاو يو؟ الحمد لله اوكي الحمد لله. والله مس يو ابو. I miss you too, bro. Okay. Okay, Amuto. Long time, yes? Yeah, very, very long time. Okay. What do you say about that? This is something, you know, long time, everybody tired, you know, too much fatigue. Staying at home is very difficult, you know. So, but we just can't wait to return back. Yes. We want that all. Okay. What you did before, Amuto? Yeah, actually nothing. We train at home, just light training, just to keep the body fit, you know, keep the body from getting fat and all that, you know. But you cannot compare training at home and training in the pitch. So we cannot just wait the team to return back and to start activity all again. Yes. Our life without football is very difficult, yes? Very, very difficult, bro. Yes. Very difficult. Yeah. Yeah. Okay, are you training before? Or, yes. Or eat and sleep? No. Of course, train. Train a little while, you know, do some gym work in the room and all that, you know, just to keep the body together. Of course. Because if you don't do that, my friend, you get big, huh? Very big. Okay, you did what you can. Yeah. Okay, Amuto, what you say about Czech? The medical? Yes. The medical, alhamdulillah, we done with the medical, and inshallah, after the medical, we are coming back strong. Inshallah. Amuto, what your target now when we return to training? Yeah, it's quite a difficult moment now, because teams are returning slowly. It's going to take a little while to get back in the game again, you know. But it's going to be, because of that, you know, the team and all this virus of a thing, you know, is going to be a very big problem for us. But we have, alhamdulillah, we have to push to see where we can get. And if we can get into the first 4, you know, it's going to be a very good target for us. Inshallah. Inshallah, good luck for you and for us, for all of us, Amuto. And I'm so happy to meet you today. And I want to something from you. You can say, Ala dal ona, ala dal ona. Ala dal ona, ala dal ona. حبيبي والله اسمع اللونة. حبيبي انا اسمع اللونة. اوكي أموتو، شكرا حبيبي. شكرا يا غندر، شكرا يا وادي، شكرا أموتو. الدنيا بترجع ولازم الناس ترجع وتضحك وتتبسط وتبقى فرحانه، هي الدنيا كده يا جماعه. فالحقيقه محمود وادي كان ضيفنا هنا، ولد جميل ولعيب جميل، واستون أموتو من اللعيبه الممتازين، وبشكر مره ثانيه زميلنا العزيز محمد غندر. طيب، خبر حقيقة أحزنني شخصيا، وهو اعتزال رنيم الوليلي بطلة العالم والمصنفة الأولى على العالم في السكواش. يعني رنيم بطلة عالم 2005-2007 في الناشئين،
لاعبة العام للناشئات 2004-2000. طيب ده كان بالنسبة لرنيم الوليلي. في اتحاد كرة اليد هم في أزمة، لأنه مع قرار استئناف المسابقات يستأنفوا إيه؟ لأنه عنده بطولة السيدات وعنده بطولة الرجال وعنده بطولات الناشئين وعنده عدد من البطولات. يبقى الأهم فالمهم، ده مهم جدا تستأنف. عندك دوري الأول بتاع الدرجة الأولى يخلص بسرعة اللي هو دوري المحترفين، لأنه على وشك. وأرجع للمرة الألف أقول أن الزمالك هو الأقرب للفوز بهذا اللقب. يكفي عنده مباراتين، يكفي الفوز في مباراة والتعادل في مباراة، خلاص تنتهي البطولة لصالحه. الأهلي عنده مباراتين لابد أن يفوز عشان يعمل مباراة فاصلة مع النادي الأهلي. ننتظر ونرى. اتحاد كرة اليد في يعني حالة انعقاد مستمر لهذا الأمر. يعني الزمالك ما زال صفقة عبد الله بكري حتى هذه اللحظة ما بين يعني قبول ورفض. رئيس نادي الزمالك طلع نفى انه هيسيب عبد الغني، البعض قالوا لا ده هتبقى صفقة تبادلية. عبد الله بكري قال تأجيل 48 ساعة، هيتشاف ايه اللي بيحصل. يعني الزمالك بيواصل اتصالاته بحمزه المثلوسي لاعب صفاقسي التونسي، ومختفي كده بقاله 48 ساعه، لكن الزمالك كان وصل الى مرحله متقدمه معاه في المفاوضات. بعود باكد على خبر مدير التعاقدات والقضايا اسلام شريف. الحقيقه سواء استقال او اقيل او استقيل الحقيقه ايا كان، لكن نتيجه واحده انه خرج من نادي الزمالك. قد يعود، وارد جدا، بتحصل كتير جدا مع ناس في نادي الزمالك، لكن هذا هو الموقف بالنسبه لاسلام شريف. اما محمد بدر فعاد من الاداره الماليه للفريق الاول الى الاداره الماليه للنادي، والحقيقه لم نحاول ان نتصل باحد منهما على الاطلاق، يعني لانه هذا شان داخلي بينهم. تعال نرجع تاني ليفربول، نشوف الدنيا ماشي ازاي، نشوف بقى اللعيبه، نشوف الاجواء، بس هنشوفها بالصوت والصوره واحتفالات ليفربول. Lads, congratulations to all of you. Yes, lad. Oh, well. 3, 2, 1. محدش هيقدر يمنع حد من الفرحه، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، محدش هيقدر يمنع حد من الفرحه. قاعدين وغنى ورقص وفرح وسعاده، وقاعدين في النادي وخارج النادي. يعني ما اعرفش الصوره دي غير اللي كنا بنعرضها قبل كده ولا هي هي. يعني لو معلش طبعا الصور، يعني احنا بننقلها لكم من المصادر عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم. مش هيناموا ليفربول، لن تنام اليوم، لن تنام 30 سنة يا جماعة. كان الفرق بينهم بين المان يونايتد 12 لقب، المان يونايتد فاز ب 13 لقب وتخطاهم، هم النهاردة بقوا أقل من المان يونايتد بلقب. فبيحاولوا، بص تفضلوا، أدي سماء ليفربول، ده اللي أنا توقعته على فكرة امبارح، قلت لكم لن تنام المدينة، لن تنام في حالة تتويج الفريق بالبطولة. خلي بالك برضو هو ما كانش بيلعب النهاردة في مدينته، يعني لو كان بيلعب في مدينته وكسب مباراة وكده كنت هتلاقي الدنيا ايه. ومع ذلك ده تشيلسي كسب المان سيتي، وجوارديولا اول من هنأ، جوارديولا اول من هنأ الفريق، فريق ليفربول، قال لك فريق عظيم وإدارة عظيمة ومدرب عظيم. ويعني راجل اتكلم بشكل كأنه دي فرقته، والناس طايره من الفرح بيه. دول جماهير مع فان دايك، طبعا فيرجل فان دايك واحد من اهم الاسباب
للانتصارات بالاضافه الى اللاعبين موجودين واقتحموا على فان دايك. كان بيعمل لقاء اللعيبه اقتحمت على فان دايك وبعدين الجماهير خارج اطار النادي كل اللعيبه هم قاعدين بيتفرجوا على المباراه. يعني ده لعيبه في مكان تاني يعني هنا مكان وهنا مكان وكله ما بيعدنا لعد التنازل الاطلاق الصفاره. الصفاره تنطلق ليفربول بطل صريخ حاله من اهو يلا صفر صفر صفر. اول ما صفر ابص حضراتكم خلاص اهي لحظه التتويج 30 سنه من الانتظار وبالتالي الفرحه والسعاده داخل النادي خارج النادي لا احد يستطيع ان يوقف الفرحه على الاطلاق. تعالوا بقى ناخد فاصل ونستقبل ناقدنا واستاذنا الجميل استاذ حسن المستكاوي ونجمنا الجميل محمد ابو العلا وحوار مفتوح وممتد معاهم. كل ما يخص الشارع الرياضي هيكون موجود في هذا الحوار. على قدم وساق تتأهب الأندية المصرية لعودة النشاط الكروي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي صادرت في الأيام الأخيرة وتضمنت تخفيف إجراءات الحظر كخطوة أولى لعودة الحياة إلى طبيعتها أسوة بما حدث في الكثير من الدول في كل قارات العالم. تمسك وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ توجيهات الدولة وتوجهاتها بإعادة النشاط الرياضي بالكامل واستكمال مسابقات الموسم الجاري وإصرارها على عدم إلغاء أي مسابقة أعاد الحياة للوسط الرياضي من جديد. إجراء الاتحاد المصري لكرة القدم مساحات كورونا لأندية الدوري الممتاز وفقاً للبروتوكول الصحي المتعارف عليها كان الخطوة الأولى لعودة الأندية للتدريبات التي بدأت بالفعل في بعضها وعلى رأسها الأهلي متصدر ترتيب جدول الدوري وعملاق المسابقة الأول. اجتماع اللجنة الخماسية مع مدربي أندية الدوري لاستطلاع آرائهم في بعض النواحي الفنية جاء أيضا مثمرا بعد أن تقدم عدد منهم ببعض المقترحات التي تستحق الدراسة وأبرزها تحديد 15 أغسطس المقبل كموعد مناسب لاستئناف الدوري بالنظر لحاجة اللاعبين لستة أسابيع لاستعادة جاهزيتهم هذا بعد فترة التوقف التي تخطت 100 يوم. تلاشي الأصوات التي كانت ترفض استكمال الموسم باستثناء الزمالك أظهر أن التصريحات التي عبرت عن احترامها لقرار الدولة المصرية في هذا الصدد أيا كان كانت جدية وأكدت وجود من يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار. خطوات عودة النشاط بدأت تتسارع أيضا على مستوى لجنتي المسابقات والحكام حيث تعكف الأولى على وضع جدول الجولات الأولى بعد العودة فور الاجتماع مع مدرب المنتخبات خلال أيام من الآن فيما تستعد الثانية لإقامة معسكر للحكام من أجل تجهيزهم لاستكمال مباريات الموسم في الدوري وكأس مصر. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. برحب بضيفين عزيزين ناقدنا واستاذنا الكبير استاذ حسن المستكاوي. مساء الفل عليك. اهلا بيك يا كابتن. ازي اخبارك؟ الحمد لله. الدنيا حلوه؟ جميله الحمد لله. يا رب دايما جميله. ونجمنا الجميل كابتن محمد ابو العلا عامل ايه؟ كابتن مصر ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله عاشني جدا. حضرتك والله جدا. وكابتن حسن طبعا بقيتي ما شفتوش طبعا مبسوط ان حضرتك جمعتني بيه النهارده. نيو لوك ده ولا ايه؟ نيو لوك اللي مش حظر خلاص يا عم ابو العلا الدنيا بقت تمام. مع فك الحظر هتلاقيني يا كابتن يعني اخر يوم النهارده في نيو لوك خلاص يعني نستضيفك بعد بكره بالدنيا محلوه نورنا ربنا يخليك يا كابتن. قرار الدوله وقرار الاتحاد مقال حسن المستكاوي اليوم في جريده الشروق تمام؟ احكي. لا يعني شوف انا بتكلم في الموضوع ده من ابريل. نعم. خليني اقول لك بس اولا احنا ايقاعنا ايقاع انا حاسميه الاتحاد ما بحبش كلمه اللجنه الخماسيه الاتحاد ماشي هو ده اتحاد الكوره ماشي اوكي.
اللقاء بطيء. يعني من ابريل كنا بنقول وبنناقش احنا انا يعني وزملاء الدوري هيرجع ولا مش هيرجع، ويعني ليه يرجع او ليه ما يرجعش وهكذا يعني. من بدري جدا يعني انا كنت بتكلم من 3 اسابيع انتوا قعدتوا مع مديرين المنتخبات ولا لا؟ ما المنتخبات دي عندها التزامات. مزبوط. صحيح الفيفا اجل اكتسابات كاس العالم من مارس الى يونيو وده كويس اجتماعه الاخير انما في النهايه يونيو دي يعني عندنا موسم جاي مزدحم جدا. نعم. فلازم يبقى في ايقاع سريع عشان ترتب الموسم الجديد. انما خلينا الاول في قرار دوله. انا مش فاهم قرار دوله، طب بنناقش ليه تاني؟ حتى لو انا بقى لو انا شخصيا معترض رافض. لو انا معترض، لو انا ليا وجهه نظر فنيه تتعلق باستئناف النشاط والموسم الجديد وهذا التشابك بين الاثنين، انا ليا وجهه نظر. طب لكن خلاص الدوله قررت، ازاي احنا بنناقش ده؟ يعني انا بستغرب ان بنطالب باستمرار ان يكون صاحب القرار بياخد قرار. طب لما خد قرار احنا كمان عايزين نناقشه، هتعمله ولا مش هتعمله؟ هل لدى البعض او يتصور البعض ان لديه القدره والقوه على تغيير قرار الدوله؟ لا يعني شوف، يعني انا اعتقد ان اللي بيتعامل مع الدوله وعارف يعني ايه دوله عارف ان القرار بتاع الدوله قرار دوله يعني مش وله اسبابه بالتاكيد. يعني مش الحكايه مش حكايه، اصل في ناس بتسطح قرار عوده او استئناف المسابقه الدوري للاهلي ولا الدوري مش للاهلي، هي دي القضيه عند البعض بس دي مش حقيقه. لا ده تسطيح للموضوع، الموضوع اعمق من كده بكتير، دي صناعه وفيها يعني اشتباكات كثيره جدا ماليه وتدريبيه وفنيه وحاجات عديده. لازم زي العالم كله العالم كله تقريبا رجع الكوره ورجع النشاط. خليني مع حضرتك شويه يعني العالم كله، وانا بنقل لك احتفالات مدينه ليفربول، لاعبو ليفربول حاله من الهستيريا والجنونيه اللي موجوده هناك. وانا بدات حلقتي قلت انه انجلترا بالتحديد كان اول التصريحات مع تفشي وباء كورونا، وانجلترا وصلت حوالي 50,000 حاله وفاه تقريبا اقل قليلا. طبعا دي اكبر اصابه في الامريكان والنهارده في تقرير بيقول ان امريكا اصابتها اكتر 10 مرات مما هو معلن. مما معلن هو كمان. فيعني يعني الموضوع الحقيقه يعني يعني ضخم جدا، لكن في النهايه ده بنسبه 100% ده يعني صور حديثه يعني. نعم. صورة حديثة وزحمة جدا عادي يعني، يعني الناس ساعات بتنفجر في وجه المصريين، لكن هو سلوك الشارع في كل مكان على فكرة. العالم كله عايز يرجع للحياة يعني، عايز يعود للحياة. طيب. عايز يعود للحياة الحقيقة. كابتن أبو العيلة، شايف إنه الموضوع نقلوه الأهلي وزمالك، نقلوه للتنافس، نقلوه الأندية خايفة تهبط فبالتالي تتمسك إنه الدوري ما يرجعش، وأندية عايزة تتوج وبالتالي أو تلعب أفريقيا أو تلعب البطولات القارية وبالتالي متمسكة أن الدوري أو النشاط يعود؟ هو كابتن زي ما كابتن حسن قال أن فكرة تسطيح الوضع أن أنت تنقله للخانة الضيقة دي، أنا شايف من وجهة نظري ده أمور مش موضوعية. لأن كلمة عودة النشاط هي تنطبق على جزء من مؤسسات الدولة، أنت لو عامل إغلاق تام في كل المؤسسات فأنت جزء من المؤسسات هو نشاط الكرة ونشاط الرياضي بشكل عام. فلو انت عامل غلق او اغلاق تام لكل المؤسسات فجزء منه هيتم غلقه هو النشاط الرياضي. لكن لو تم خلاص ابتدى يبقى في فتح ولو جزئي واحده واحده فانت خلاص هنا بتعلن ان كل اجزاء الدوله ابتدت تشتغل. فهنا انت اعلنت بقرار دوله وفقا لرؤيه او وفقا لخطه كانت موجوده، وكمان انت عطلت نفسك وابتديت كمان تحضر نفسك بشكل في استباقيه ان انت بتعمل مسحه للرياضيين، وكمان ابتديت تجهز نفسك من حيث ان انت تجهيزات الوقايه. فخلاص انت داخل على حاجه انت المفروض مستعد لها. فان انت تضايق الموضوع وتدخله في الحته دي انا شايف انها تبقى يدخل فيها بقى المصالح الشخصيه. في حد بقى عنده غرض شخصي ان مثلا هنزل فانا مش عايز العب، او ان انا مش بطل فمش عايز العب، او البطل عايز يلعب. كلها حاجات تدخل بقى في القصص دي كلها، لكن الامور كانت تبقى محدده اكتر ان انا لو محطوط لي خطه زمنيه من اتحاد الكوره وعندي سقف زمني محدد فيه الخطه، مثلا انا بعد ما عرفت قرار الدوله انا عندي خطه موضوع هبتدي يوم كذا وهنتهي يوم كذا. المفروض كان الاتحاد هيعلن النهارده جدول الدوري لكنه يعني قرر التريث قليلا للحين
بين يعني ظهور موقف الاتحاد الافريقي. دي نقطه مهمه جدا يا كابتن. انت كمان عندك ما قبل الكورونا انت اعتراضك على ان النشاط يرجع ككل عشان الكورونا، ولا اعتراضك ان انت مفيش وقت انك تلعب؟ نعم ده سؤال مهم قوي. مهم جدا طبعا. لكن لو انت مفيش وقت انك تلعب، في رد عليه ان انت كنت حتى ما قبل الكورونا كان قدامك قد ايه اصلا على الدوري الممتاز؟ كان قدامك تقريبا حوالي شهرين ونص، لان انت كان ضغط عليك اولمبياد وضغط عليك حاجات كتير جدا جدا، كل ده اتاجل وكل ده اتاجل مابقاش موجود. فحتى عامل وقت انت كده كده حتى النهارده قرار الفيفا بتاجيل تصفيات كاس العالم هيدي لك براح، واعتقد هيتبعه الاتحاد الافريقي قرار بتاجيل بطوله الامم الافريقيه. ده تصوري يعني. فطالما كل ورد، فانت هنا لو عامل عنصر الوقت انت كنت قلقان منه، انت اساسا قبل كورونا كنت احتمال تلعب ال17 مباراه في شهرين ونص تقريبا. اللي هو علشان الارتباطات الدوليه. مزبوط. فانا لو انت معترض على التوقيت او الوقت او عامل الزمن او عنصر الزمن، انت هنا قدامك تقول لي انت هتلعب ال17 مباراه الجوله المتبقيه تلعبهم في قد ايه وقت؟ صحيح. فانت هنا ضغط على حد. فهنا وكمان مع الاعتبار ان انت لازم تخلي الفرقه تاخد فتره اعداد كافيه والكلام ده كله، فالخطه الزمنيه موضوعه. انت هنا خلاص انت عودت النشاط. في حد ذاتها كلمه مفسره بعضها، انا عودت النشاط مش عودت موسم. الوزاره المره دي قال لك عوده النشاط الدوري، يعني عشان ما حدش يقول لك اصله هم قالوا عوده النشاط ما قالوش الدوري. بس لو الدوري محتاج تحط لي الخطه زي اللي حضرتك قلنا عليها بتاعه الوقت بتاعه الاتحاد بقى. بالظبط. الدوله فعلت ما عليها. انا زي ما حضرتك كاتب في المقاله اجراءاتك الفنيه والتنظيميه دي بتاعه الاتحاد. ده اللي انا بتكلم عليه. خلاص طالما الامور تقريبا فيها تنسيق والامور هتبقى ابتدت تبقى باينه وفيها جدول زمني محدد ومعروف هيبتدي امتى وامتى فرصه ان انت حتى تريح عشان الموسم، حتى لو هتاخد فتره قليله عشان تبدا موسم جديد. ولا انت اعتراضك على عوده نشاط الكرة ككل علشان ازمه كورونا والخوف اللي بقى لنا فتره، رغم ان العالم كله دلوقتي بيتجه لفكره العالم كله بيتجه دلوقتي لفكره ان خلاص الناس تعبت، الناس بقت عايزه ترجع لحياتها الطبيعيه وما عندهاش مانع انها تتبع الاجراءات الوقائيه كامله. مزبوط. وكله ابتدى يعني مفتقد الحياه، وكله كمان اقتصاديا ابتدى يضغط عليه لان هي منظومه صناعه زي ما استاذ حسن اتكلم. فانت جزء من المؤسسات، جزء من الصناعات اللي موجوده. النشاط الكروي مش النشاط الرياضي عامه، مش النشاط الكروي تحديدا. يعني فطبعا احنا لو اتكلمنا على الكوره بقى بحكم ان احنا متخصصين، انا اعتراضي على موسم جديد ولا موسم الحالي. لو انت خايف من كورونا فهتبقى خايف من الموسم ده وهتبقى خايف من الموسم الجاي. مزبوط. لو انت عنصر وقت استاذ حسن قال لك طب لو كورونا فضل ضيف معانا مطول بالظبط هنعمل ايه؟ ده مش دلوقتي احمد، ده من بدري. مزبوط. الواحد قال كده لان يعني الناس لازم تبقى واخده بالها. يعني ابو العيله بيقول ده جوهر المسألة. نعم. انت يعني تكمل موسم ولا تبتدي موسم جديد؟ دي القضية التي كان يجب ان تشغل الشارع الرياضة او شارع الكرة في مصر على مدى الاربع شهور اللي فاتت. دي القضية الحقيقية. صحيح. وترتب بقى امورك على هذا الاساس. اتفضل. وعشان كمان ما ننزلقش الفكرة اللي حضرتك سألت سؤال بقى اللي هو مين حوله لصراع داخلي او مين ليه مصلحة عن مين ايا كان. للاسف شديد. للاسف هي بتنجر والاعلام يعني في بعض الاضواء بتتسلط على فكرة الحاجات الملتهبة يعني. فدخلنا في هننزلق في القصة دي، ودي طبعا قصة مش مفيدة ولا حتى مفيدة لفكرة ان انت رجوع الصناعة بشكل عام، ان انت الهدف اكبر من ان انت تنزلق للخناقة دي. لان الهدف احنا قلنا ان هو صناعة. والهدف قلنا ان في مردود كبير جدا جدا من وراء ان انت كاعلام كمؤسسات كلاعبين يعني عجله جامله بتبقى بتدور. فانت مش بس انت داخل فكره ان انا صراع داخلي او صراع ما بين ناديين كبار او حتى ناديين يهبطوا. هي اكبر من كده بكتير، وانها المفروض انها مصلحه عامه. والقرار لما يتاخد من دوله زي ما استاذ حسن اتكلم، انت بتبقى قرار مدروس ومحسوب. ان انا توجه عام ان انا مثلا انا عندي جزء من المؤسسات، جزء من عجله الانتاج، فانا محتاج ان انا ابص لها بالاعتبار، خاصه ان في شكوى كتير جدا بقى لنا 3 4 شهور الفتره اللي فاتت في كذا قطاع، من ضمنها قطاع الكوره. نعم. من ضمنها قطاع السياحه، من ضمنها قطاعات كتير جدا جدا جدا. فانت شأنك شأن كل القطاعات دي، لو القطاعات دي ابتدت تفتح يبقى ما فيش مشكله ان تفتح. راجع عامل 4 زي قطاع الطيران زي ما حضرتك اتكلمت. اول ما لو حصل اغلاق للقطاعات دي كلها فبالتالي يحصل اغلاق لجزء من الاجزاء. انعكس عليها. احنا بس عايز اعلق على حاجه بس. الناس لما تيجي تلاقينا بنتكلم والوسط الرياضي بيتكلم على عودة الكرة، فتلاقي ناس بتعلق يعني على تويتر أو فيسبوك والسوشيال ميديا، يا عم سبوبة يا عم أكل عيش، الله هو المهندس والصحفي والدكتور والميكانيكي أكل عيش، هو أكل عيش ده سبة يعني دلوقتي حاجة غريبة يعني. جدا لما حد يدافع عن شغله يعني وعن المهنة بدل ما التنبلة وتبقى قاعد على قهوة وتاخد مصروف يعني. فيعني يعني الحاجات دي لازم نهدى شوية ونفكر بمسألة بسيطة. كل واحد بيهمه شغله طبعا، طبيعي ولازم يدافع عن شغله. لازم أكل عيش، وكل واحد عايز يشتغل. ده هي البسيطة. أكل عيش، أكل أيوه أكل عيش يعني دكتور والمهندس والميكانيكي وأي حد. عدد الأطباء اللي استشهدوا طبعا يقترب من 100. أنا عندي كان عندي لقطة بس ما أعرفش عارف أزعل ولا لا. الأطباء
في احدى مستشفيات العزل اولاد صغيرين اطفال، بس الحمد لله بيتعافوا من الكوره بيلعبوا معاهم كوره. ايوه طبعا. يعني منشور في اليوم السابع جميل وتحفه. عندنا اللي تصدى ده هو ده بقى رساله وعمل وامانه وشغل. اه طبعا. 95 شهيد حتى يعني قبل البرنامج اخر الطلعات يعني من الاطباء لوحدهم، ومنهم من فقد بصر، ومنهم طبعاً ومنهم هو ده مش نزل عشان خاطر بلده، ومنهم مش نزل برضو عشان خاطر يدافع. والله دول مقاتلين زي اللي عجبها بالظبط يعني. طبعا طبعا. مش دول برضو نزلوا وبرضو شغلهم لا في العالم كله. شوف الاجهاد اللي هم فيه والضغط يعني منهكين اخر يوم بيبقوا هناك، ولما حد يعني بيطلع يقول منهم كلمه بيتلك كلهم. ده حاجه، ده احنا بقينا قصة التنمر دي بقت عجيبة جدا على الجميع. بس انا كنت عايز اسألك سؤال، وهو انه في المغرب الرجاء فاضل له 15 مباراة، يعني قريب مننا، هو اكتر واحد يعني او اكتر فريق عنده مباريات. في المقابل الوداد اللي هو متصدر لعب اكتر منه بثلاث مباريات. الرجاء لو كسب ثلاث ماتشات هيبقى الاول يعني في البطولة، وفي اندية مهددة بالهبوط وفي اندية هتنافس و لكنه اعلنوا ان الدوري هيرجع من 25 يوليو وهينتهي 15 سبتمبر. دي نقطه مهمة. هو ده الوقت يا كابتن بقول حضرتك عليه. طبعا مربط الفرس طبعا لازم طبعا معاك حق. بس سؤالي بقى وحواريك ابو العلا برضو لانه هاخدك من الجانب الفني ارجع لك تحليل جزء من تدريبات النادي الاهلي عشان تحللها لي. يعني المغرب راجعين وراجعين بقوه وهيلعب دوري خلال شهر او اقل من شهر، وبالتالي لما هيلعب الرجاء هيلعب ماتشات دوري مش اقل من 5-6-7 ماتشات قبل ماتش الزمالك. وده مسؤولي الزمالك او مسؤول الزمالك مش حاطينه في حسبانهم، مش تاخد بالك. طب انت مش هتتمرن ماشي، او هتتمرن بس مش هتلعب. طب لما تيجي تلعب ماتشات وديه مع فريق لاعب في الدوري وجاهز هيبقى الموقف عامل ازاي؟ ونفس الامر بالنسبه للاهلي، بس الاهلي قال لك انا مكمل. طبعا طبعا. لا ما هي مساله صعبه. لا يعني انا 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 تابعت وقريت تصريحات كارتيرون. نعم. على الوكاله وكاله. نعم. مش على السوشيال ميديا. نعم. وكاله انباء يعني. كويس. ف ان هو محتاج شهرين وان هو محتاج وقت، وطبيب الفريق بيقول الوقت ضيق علشان يعمل الاستعدادات الطبيه اللازمه للانغماس في عوده الدوري. نعم. طب بس هو يعني اذا كان شهرين، ما انت بعد شهرين تقريبا هتلعب ماتش افريقي حسب ما اعلن قبل كده انه في سبتمبر الماتشات الافريقيه بتاعت الاهلي والزمالك وبيراميدز. نعم. فممكن تبقى في اوائل الشهر يعني. ممكن يعني. ف نفس الوقت لكن هل يعني هل انت مش هتقدر تستعد للدوري العائد في شهرين وتستعد لبطوله افريقيا خلال نفس الشهرين يعني؟ صحيح. يعني صحيح. خلينا بس نتكلم بالمنطق يعني. نعم. يعني انا اقبل ان اناقش اي انسان مش عايز يلعب الدوري اذا كان خايف على الموسم الجديد، شايف انه موسم صعب، شايف انه مش هيلحق يشتبك في موسمين ورا متتاليين، شايف ان 17 مباراه مش هنلحق نخلصهم. نعم. شايف ان الفلوس خسائر فمش عايز يتحملها. انا اقبل ده الا انك تبرر لي المساله بانها صحه. يعني انت خايف على اللعيبه، طب ما انت بعد شهرين ممكن تلعب دوري جديد. هدي خلاص مش هنلعب ده، طب بعد شهرين هتلعب دوري جديد، يبقى الصحه لا تصلح للدوري العائد وبعدين تصلح للدوري الجديد. نعم. يعني ايه الفرق يعني؟ لا هي الكورونا مقدمه عرض. ما سمعتش بيه يا عم؟ بس انت فاكرني بهزر. الكورونا مقدمه عرض. الدوري القديم لا، الدوري الجديد ماشي. انا في الدوري القديم هكون معاك، في الدوري الجديد مش هكون معاك. فاهمني؟ فبختاروا العرض الثاني. المبررات يعني انا اقبل ان احنا نناقش المشاكل الفنيه. نعم. اللي ممكن تتعرض لها الكره المصريه في الفتره، لكن في النهايه احنا بنناقش ليه؟ على رايك الدوله صحيح. قررت زي ما يعني الدوله قررت رفع الحظر يوم السبت. هنقعد بقى في برنامج كده نناقش؟ لا يا دولة، على فكرة على السوشيال ميديا بيحصل المناقشة دي. شغالين. نرفع الحظر ولا ما نرفعش الحظر؟ انا بقول لحضرتك مهم جدا يا استاذ في ان طالما اتخذ قرار دولة يبقى احنا ممكن نتناقش في التنظيم. برافو عليك. كيفية تنفيذ هذا القرار؟ لان عندك عندك لازم تنظيم، وتنظيم دقيق. يعني هيبقى اختيارنا بقى دوري مجموعتين ولا
تكمل الموسم الجديد بعد طوكيو. نعم يعني ده اللي هتكلم على السنه اللي جايه ان شاء طبعًا الله. طبعا انا بتكلم على الموسم الجديد. يعني حضرتك برضو نرجع وهرجع لك ابو العلا بس بعد الفاصل، انه قرار انه تاجيل تصفيات كاس العالم من مارس الى يونيو. مش كده؟ يعني أيوة أيوة. بيدي لك براح ده في الاجتماع الاخراني ثلاث شهور بشكل جيد يعني. واصلا كانت هي متاجله والاولمبياد يعني مش موجوده. الاولمبياد دي اوريدي مش موجوده. اتفضل. بمناسبه كاس العالم بس اتفضل. انفانتينو لاول مره يتكلم على فساد في 2022 بس قال ده بقاله 10 سنين احنا مش هنقدر نتكلم فيه دلوقتي. لازم تتعمل البطوله بس في كده بس في الدنيا يعني. لا طبعا لا يعني بس في الدنيا بس يعني يقول لك فساد بس من 10 سنين يعني ما نقدرش نتكلم فيه عشان خلاص يعني لا احنا قلنا كده انا قلت كده من 10 سنين على فكره خلاص لا كتبت كده ما قصدك الفيفا الكبير مقاله على صفحه كامله قلت ان الفيفا مش هيقدر يعمل عقوبات خلاص لان مساله صعبه جدا فيها تعويضات كتيره جدا مساله معقده يعني بل انه اعطى هديه كمان بطوله عربيه للمحليين هتكون في ديسمبر 2021. هرجع للكابتن ابو العلا شكل فترات الاعداد عامله ازاي الانديه ممكن تستفيد من هذا التوقيت ازاي في الاعداد الحاله الفنيه والبدنيه وهقارن بين ما يحدث الان ما كان يحدث بالامس بعد الفاصل. وحشك التحليل جدا. طب هوريك حاجتين هوريك جزء من تمرين النادي الاهلي وهوريك صور من تمرين نادي الرجاء المغربي عشان نقول او نحكي للناس. وانا قلت انا زمان كنت باخد 3 اسابيع جري على الرمل فتره اعداد ما اعرفش انت لحقتها الايام دي ولا لا واخد لي اسبوع نط على المدرجات وتيجي والله كابتن جوهر الله يرحمه طريق الاسماعيليه بس الجواري بس الجواري ده كان جبل يعني الجواري كان بيعمل ده في وسط تدريبات الكوره ايوه ده احنا كنا اخر الاسبوع اللي هو ده الاشغال الشاقه المؤبده بتاعت الكابتن جوهري ايوه طبعا وكانت الايه الجائزه بتاعته ايه بعد ما نجري ال 15 كيلو دول ونطلع الجبل ونروح الساونا اسمه ايه الجاكوزي اللي بالثلج ده يقول لك عندك اجازه 4 ساعات وحياه ربنا عندك اجازه معنى. لكن قصدي انا كانت فترات الاعداد يا استاذ حسن ده سؤالي للكابتن ابو العلا كانت كلها رمله ومدرجات وجري لما نيجي مره نلمس كوره انت مجنون تلمس كوره. عايز اوريك بقى على جزء من تدريب النادي الاهلي وحتى هجيب لك تدريبات اوروبيه ايه اللي اتغير في الدنيا وهل البديل ده راجع من اصابه حمدي فتحي ده دكتور التغذيه بالزبط. عبد الرحمن سعيد بيشار عليه ان هو فخور كمان بمتابعته وبشغله فلما رجع ما عندوش جرام ما عندوش سنتي. هي دي عنصر اساسي في كره القدم الحاليه فكره التغذيه لان الفرق بقت شبه بعض كله بيتمرن كويس لكن مش كله ممكن يتغذى نفس التغذيه. الدكتور الفاهم بيساعد المدير الفني الاخصائي العلاج الطبيعي الفاهم بيساعد المدير الفني المدرب الاحمال الشاطر بيساعد المدير الفني فالمنظومه دي كلها ما ينفعش تقعد مريحها لان لعيب الكوره ده جسمه لازم بصرف النظر دوري هيتلعب او مش هيتلعب انا مش قضيتي لا انا بقى لو ما تلعبش انا ما ينفعش اريح لعيب اكتر من كده مستحيل. فطالما انا ما ينفعش اريح لعيب اكتر من كده وبقى في مشكله في قرار دوله ان الدوري يرجع فهنتكلم في التنظيم. طب يا جماعه التنظيم هنا بقى كجدول عام الجدول بشكل عام او البلان المحطوطه بشكل عام هل هي يعني مناسبه ان انت تديني الوقت الكافي ان اخد شهرين فتره اعداد او 6 اسابيع لثمان اسابيع في فتره اعداد دي سؤال مهم قوي. هو بيتمرن واهو تمرين واحنا لسه بنتخانق لا مش هنعمل المسحه لا هننسحب لا مش هنلعب لا 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 ده ما يحفزناش انه لانه تارجت وامل كبير جدا بالنسبه للجميع هنا انه بطوله افريقيا الابطال تعود مصريه الاهلي مع الوداد الرجاء مع الزمالك الاهلي شغال اعتقد الوداد كمان شغال الرجاء شغال يتبقى نادي الزمالك فقط لا غير. شايف انه ده هيحفز ده هيبقى بالنسبه لنا الناس تعرف تذاكر ولا انه كارتيرون المدير الفني للزمالك قاري ومذاكر وعارف هيعمل ايه؟ لا هو لا هو يعني هو قال قريت رايه يعني واسبابه دي وجهه نظر لكن انا شايف طبعا زي ما ابو العلا بيقول دلوقتي مش ممكن ابدا الفرقه تقعد من غير تمرين كمان اسبوع كمان يعني مش شهر ولا 3 اسابيع لازم يبقى في تمرين جماعي ولازم يبقى بسرعه ولازم يبقى على طول ولازم فكره الاستعداد الجاد لمباريات وكمان يعني الاشتراك في المباريات الرسميه بغض النظر بقى البطوله رايحه لمين ولا مش رايحه لمين
بتلعب يعني تشوف النهارده مانشستر سيتي وتشيلسي ماتش جامد ماتش فيه جداً. بعن يعني جداً يعني كله قال لك الجمهور مسألة منتهية لا وما فيش جمهور 1-0 و1-1 و2-1 يعني والدنيا يعني وكأنه الملعب على آخره لكن جدية 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 بصراحة عشان أكون أمين يعني أستاذ حسن الفنيات في كرة القدم لم تختلف يعني أول أسبوع الدنيا كانت بدأت ممتازة شوية لا بتكلم على أوروبا بتاعتهم لا والله بتكلم على بص المنظر كان جوارديولا مع لامبرد قبل المباراة وبعدين جوارديولا والقصة اللي عايز أقوله إنه رغم خلو المدرجات والناس كانت خايفة لكن الماتشات عنيفة جدا قوية جدا رايحة جاية بشكل رهيب شفت ريال سوسيداد مع ريال مدريد شفت برشلونة مع أتلتيك بلباو شفت جزء النهاردة من تشيلسي مع مانشستر سيتي شفت ليفربول مع كريستال بالاس شفت ماتشات في ساسولو امبارح 3-3 مع الانتر كان ماتش بتباحه لاسيو يعني بيخسر امبارح يعني حاجه جميله ده صفرت صفرت البدايه بتاعت الحكم في كل ماتش الواحد بيشوفه بيخاف اللعيبه بتهجم على بعضها غريبه جدا تحس كان ايه يعني في خناقه يعني عشان الناس بتلعب بجد بتشتغل بجد هي دي المعادله طيب خلينا نرجع يعني. للسؤال واحد بيستعد وبيجهز واحد لسه عمال يتخانق لا لا يعني احنا طبعا عايزين نلعب ونستعد ونبقى جاهزين ونبقى وبعدين احنا برضو تاني بنقول ده قرار دولة خلاص تخطينا قصة فلازم قرار الدولة انا بتكلم يا فندم على اللي جاي ما انا همي بقى كمصري انه الاهلي او الزمالك ياخدوا البطولة ده املي اشتغله ازاي يعني بعيدا عن كل الصراخ والعويل اشتغله ازاي ده المهم بالنسبة لي العب يعني اجابة بسيطة جدا واضحة يعني سهلة قوي طب هيا بينا نلعب يعني لازم 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 التفكير انك تلعب طيب خلينا بس نفترض يعني الصعب يعني الدوري هيرجع والزمالك صمم انه ما يشتركش هيفضل قاعد كده الزمالك بعدين يلعب ماتش افريقيا يعني السؤال الاصعب اللي انت رديت عليه في الاذاعه النهارده الصبح الزمالك صمم انه يشتركش او الاسماعيلي صمم انه يشتركش او ثلاث احتمالات اللي قالت لي ثلاث احتمالات خيري قال لك ثلاث احتمالات ايوه قال لك اما مباحثات ومفاوضات ده واحد تطبيق لائحه نمره 2 نمره 3 كانت ايه انا نسيت يعني لا وانا ولا انا كمان فاكرها يعني ما كملش عشان انت قطعت انا قطعت قلت له يعني التفاوض يعني بحكم الخبره يعني والتجارب السابقه هيبقى في شكل من اشكال التفاوض والمحايله والبتاع ده والمناقشات وكلام من ده يعني انما اللائحه مش هتطبق يعني ما بعدين انا عارف ان ممكن يطلع مبررات لعدم تطبيق اي لائحه يعني انما مش دي القضيه برضه القضيه اللي تهمنا ده احنا بنتكلم على نادي كبير ونادي مقبل على تطبيق اللائحه نعم اللي يمنع تطبيق اللائحه اللي منعها في تطبيق اللائحه في ال 40 سنه اللي فاتوا ومش هفكرك ان في انديه نزلت درجه تانية وما نزلتش يعني ما تطبقش النزول يعني يعني ما دي مشكله دي مشكله حقيقيه بس انت مش شايف انه بعدين الناس تقول لك انت فين انت هو انا اللي هطبق اللوائح والقوانين مش انا اللي يطبق اللوائح والقوانين بس هو اللي انتقدك كان عنده حق طبعا لا بتكلم جد والله لانه انت تاخرت كثيرا في الرد لا 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 وهو لا 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 وهو يعني هو دائما وابدا شايف انك نموذج انك لا لا بترد وان ارائك محترمه لا 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 انا بقالي 40 سنه برد وبتاع زهقت بقى نعم لا ما تزهقش لا لا زهقت طبعا لكن انا لا بص حسن مسكام انا مش عايز اقول لك كمان الناس كانت بتسال حتى صيغه السؤال مذهله مش عايز ما ينفعش اقولها يعني انت فين من كذا وكذا وكذا طب ده انا يعني كذا وكذا ده مش بتاعي انا راجل بتاع رياضه اتكلم في رياضه واحب رياضه انا زهقت من الكلام ده وقت قرارات طب بالراحه بس عشان القرارات خليني معاك في القرارات انه النهارده الدوله بتقرر وتصمم ده مهم جدا اليس من قرر وصمم قادر انه لا في قانون في لائحه المره دي بقى سيبنا من شغل الاربعين سنه اللي فاتوا نظام كذا يطبق على الجميع اللي مش هينصاع للنظام هيبقى عليه 1-2-3-4 ده المفروض لو انت ترجع بس كده في مواقف كثيره جدا كثيره جدا طلع منها الاهلي والزمالك كمان لان انا بتكلم على فرق يعني غلبانه ومسكينه ممكن يطبق عليها القانون ويبقى ايه يعني لا ما كانش بيطبق برضه
ما كانش بيطبق. ما كانش بيطبق يعني هو انتوا عايزين الاعلام او الصحافه احنا بقول له الراي والراي والراي وبعدين في الاخر لا بيبقى صعب جدا انك انت تكمل لان انت مش بيدك انت تطبق القانون يعني انت لو انت اللي بايدك خلاص يعني انت تتحمل مسؤوليه القرار بتاعك وتتخذ قراراتك في النهايه يعني. نعم طبعا ده موضوع طويل قوي والكوره دلوقتي في ملعب القانون مش في ملعب في ملعب القانون طبعا ده من بدري من بدري جدا يعني وهو لا يطبق عايزينه يطبق بس يطبق اللوائح بقى والقوانين والقواعد وده فرصة. بيسري على الجميع عناصر اللعبه شايف انها فرصه ذهبيه انه لا القانون هيطبق وكل من يخالف القانون هيلاقي رادع بالنسبه له وبالتالي تقدر تبني على هذه الخطوه بتضحك ليه في جمله يعني اجدادنا كانوا بيقولوا دعنا ننتظر ونرى لا طيب وماله بس انا بتكلم جد والله العظيم ثلاثه يا استاذ حسن لانه فعلا بجد والله بشعر ان الدوله في مرحله جديده ان أرجو القرارات أرجو طب انت عايز يعني. حضرتك اقول لحضرتك مثلا وانا وانت معايا دلوقتي كان عاجل المترو بعت الخريطه الجديده اللي من يوم السبت الناس هتشتغل عليها المترو هيشتغل الساعه 12 بالليل انا عايز بقى كابتن خريطه زي دي كده تصور اللي بقول لحضرتك عليه من اتحاد الكوره هو ده بقى ليه لان انا عايز صانع القرار عشان بس ما ندخلوش في تفاصيل جانبيه ويتصنف او يعني يتصنف ايه يا فندم انا هقول بس حاجه احنا واخدينها اهلي وزمالك ما عشان كده انا عايز اقول حاجه ثانيه عايز اقول صانع قرار يبقى عينه على ثلاث حاجات زملكاوي بيطلع عينه برضو يقول لك ده كان وبعدين قلب يعني هكذا يعني عينه على ثلاث حاجات عشان بس نخرج بره التصنيف تماما ولا اي حاجه هو عينه على ثلاث حاجات المفروض هو بياخد القرار يديني ثلاث حاجات اول حاجه التصور العام اللي هو زي ما مترو الانفاق او الشهر العقاري او البنك اداك تصور مثلا هنغلق من كذا لكذا مش كل الناس هتشتغل في نسبه معينه زي مثلا الكافيهات هتشتغل مش عارف ايه ده تصور بشكل عام في عامل عنصر الزمن الوقت وعنصر الماتشات وعنصر التدريبات ده مهم قوي عشان يبقى عندي الوقت كافي فنيا وبدنيا لازم صانع القرار يفكر في ثلاث حاجات دول التصور كجدول زمني رقم 2 فنيا وبدنيا هو كده ملائم لكل الناس انه ياخدوا الفتره الكافيه ان يبقى عنده يبقى في تكافؤ فرص محدش يتعور لازم يعينوا على الحاجتين دول والثالثه هي الوقايه انا لو انا صانع قرار باخد في اعتباري الثلاث حاجات دول وعرفت احققهم في تصوري اللي اتحط وكمان معايا قرار ان عوده النشاط فانا كده خلاص انا حطيت عيني على الثلاث حاجات لكن انا لو حطيت بند رابع عباره عن طب مين قال طب ده هيعترض ده هيوافق ده نازل ده خارج ده مش هياخد بطوله ده هياخد بطوله انا كده دخلت في مشكله كبيره قوي طيب استاذ حسن شايف انه الرياضه بترتبط جدا انه الناس تبص عليك كبلد يعني ايطاليا بعتت قالت الالمان تعالوا ده احنا مستنيينكم في الشواطئ بتاعتنا والمانيا قالت تعالوا البلد عندنا مفتوحه وانجلترا بتبعت رساله وغيرها 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 معلوماتي مش معلوماتي دي الموجود يعني انه وزاره السياحه والاثار السيد خالد العناني وزير السياحه والاثار عمل افلام ترويجيه للوكالات العالميه والقنوات العالميه والسوشيال ميديا عشان يتم اذاعته ازاي الناس تعود الى مصر المطارات والرحلات ستعود من مصر الى حوالي 25 دولة ان شاء الله بدءا من يوم الاربع وعاملين سكادول بحيث انه في خلال 15 او 30 او من اسبوعين الى اربع اسابيع الى كل دول العالم تبقى للدول اللي بتفتح مش لينا يعني يعني الصور عن مصر كلها قاهرة جيزة اسكندرية شرم الشيخ بحر احمر اوروبا استعانت بكرة القدم هل احنا هنقدر نستعين بكره القدم في هذا الشان هل عوده الرياضه معناها عوده للحياه بالكامل وتسهل الامور على الدوله اهم نشاط انساني على كوكب الارض هو الرياضه وكل دوله لازم كل دوله وعشان في طبعا الانجليز والعالم كله بيتخانق على الالعاب الاولمبيه وبيتخانقوا على كاس العالم وبيتخانقوا على الدورات بتاعتهم الفيفا بيدي بطوله العالم للسيدات لاستراليا ونيوزيلندا طبعا بيكسبوا التصويت كولومبيا يعني بيكسبوا كولومبيا فرق كبير بس انا قصدي ان كان في تنافس يعني لحد النهارده طبعًا حتى لو خدوا صوت واحد بس كان في تنافس لكن في النهايه الكوره النشاط الرياضه بشكل عام هو اهم واقوى نشاط يرسل رسائل الى باقي دول العالم ليه لان ده نشاط الشعب بتاعه عباره عن مليارات مش حاجه بس يعني الفن له قوه ناعمه طبعا بس الدراما بتوجه الى بعض الناس او مجموعه من الناس انما الرياضه والكره تحديدا بتوجه الى ملايين الناس انت بتتكلم عن رساله لما عملنا كاس الامم الافريقيه قلت الجمله دي كتير جدا لما عملنا كاس الامم الافريقيه نظمناها في وقت قياسي
انا كنت قاعد على تويتر عمال اقرا ان تايم تعليقات مش هقول الانجليز ولا المصريين الافارقه على مصر. رساله وصلت في ثانيه ساعه الافتتاح كل يعني الاف الافارقه بيقولوا احنا مصر فخورين بيك مصر مش عارف ايه مصري ده عشان افتتاح بس. فرنسا بتاخد كاس العالم، البرازيل خدت قبل كده كاس العالم، ده البرازيل ده احنا عرفنا البرازيل من الكوره من البن بس ما عرفناش البرازيل يعني انا رحت البرازيل فيها حاجات تانية جميله جدا انما عرف العالم الكوكب عرف البرازيل من كره القدم من كره القدم لان في ملايين ملايين يعني نشاط الكوره ده المباراه تاثيرها بيوصل ل 40 مليون ان تايم او 50 مليون ده في مصر هنا لبره بقى لو كاس عالم بيوصل لمليارات ان تايم في نفس الوقت الرساله بتوصل في نفس الوقت يعني لما تشوف ماتش كوره المشهد بتاعه الكامل جمهور حلو وجميل وبيشجع والوان وملعب حلو وتصوير حلو على طول على طول انت بتقول ده لما بنلعب الاهلي والزمالك في الامارات احنا بنقول الله عليك يا امارات على التنظيم على الجمال على الروعة على الجمهور على المشهد الحلو المشهد الكامل الرسالة بتوصل على طول. الرياضة لازم كل دولة ولازم الدولة بتاعتنا تبقى عارفة كويس قوي ان تأثير الرياضة على الملايين وعلى الشباب وعلى الشعوب الاخرى الرياضة المصرية مذهل. الفن له تأثير ضخم جدا طبعا لكن الرياضة لها تأثير أكبر يعني لنا أن نتخيل أكبر قوتين نعمتين طبعا فعشان كده ومين صاحب اصطلاح قوة النعمة هيكل؟ لا هو تعابير قديمة أعتقد يعني بس اللي دخله مصر بس يعني بس قوة النعمة لا احنا يعني يعني احنا عرفنا القوة النعمة من أيام ما كان العالم العربي كله يقعد يسمع أم كلثوم كل يوم خميس من ساعة ما عبد الحليم حافظ كان بيعمل حفلات المغرب من ساعة الدراما بتاعتنا يعني حتى الدراما المصرية تأثيرها مذهل احنا والحمد لله يعني يعني الدراما المصرية استردت قوتها من طبعا طبعا بعد ما كانت في وقت من الاوقات كانت الدراما اتجهت الى مسارات اخرى يعني. الناس كانت بتهرج كانت متخيله ان الدراما دي لا الدراما بص العمل الجيد العمل مش حاجه اسمها الجمهور عايز كده الجمهور مش عايز تهريج بس الجمهور عايز قيم وعايز اخلاق وعايز بطولات وعايز عايز دراما دراما بجد يعني فيعني اللي اقصده ان تاثير الرياضه مذهل على الشعوب ومذهل على الدول عايز تبعت رسائل سريعه اعمل بطوله حلوه بس بمنتهى البساطه يعني يعني بقول لك احنا انا قاعد بشوف الافارقه بيتكلموا على كاس الامم الافريقيه على الافتتاح انا بس انا الحقيقه كان عندي البرنامج ساعتها ابو العيله وانت كنت بتنورني في الاستوديو التحليلي قد ايه لما كنا بنجيب صحفيين افارقه واخواننا العرب من شمال افريقيا كانوا في حاله الانبهار الغير عادي هل هذه الحاله نقدر نصدرها حتى لو بدون جمهور من خلال حسن تنظيمنا لعودة الدوري العام عودة كاس مصر ان شاء الله يبقى لنا دور في بطولة كاس افريقيا للأندية سواء للأبطال اهلي وزمالك او الكونفدرالية فريق بيراميدز وفيها رسالة داخلية وخارجية فكرة ان انت كدولة تقدر يعني تقدر تتغلب على الموقف اللي انت فيه تعرف تدير الأزمة انت في عز أزمتك اللي فاتت اللي بقى لها 3 شهور تقريبا وبتحاول تديرها على جميع المستويات وجميع الأصعدة فمن ضمنها إدارتك للملف النشاط الكروي مش بتكلم على الكرة تحديدا انا بتكلم على عودة الرياضة كلها بتصورها الزمني كلها وكل اتحاد يحط جدوله الزمني وتصوره الزمني فنيا وفقا للفنيات وبدنيا والوقاية وكل حاجة الرسائل اللي ممكن ترسلها ان انت هنا كابتن انت انا دولة قادرة في عز الأزمة ان انا احمي كل مؤسساتي وده حصل في حاجات كتيره جدا جدا فقدر انك تحمي مؤسسه النشاط الكروي بشكل عام صناعه الرياضه بشكل عام صناعه الرياضه مش هقول النشاط الكروي ككوره صناعه الرياضه اهم بالنسبه لي دي رساله ورساله ثانيه كمان خارجيه ان انا مستقر مستقر وبعرف اعدي الازمه بشكل كبير جدا واعرف اعيش زي كل خلق الناس اللي موجوده المتقدمه اللي عرفت تعيش في عز الازمه ده مش بيقللش ان في ناس عارفه امكانياتها وفضلت مثلا وفقا لتصورها انها تاجل او تنهي كل حته او كل بلد وليه ظروفه لكن احنا لو عملنا ده وفقا لتصور زمني تاني وفقا لكل المعطيات اللي قلتها يديك رسائل ان انت دوله قادره عندها خطه ماشيه ببلان مش ماشيه ان صاحب قرار كل واحد اللي عايز حاجه يعملها لا دي حاجه مهمه قوي يعني ان يبقى في لوائح زي ما هنتكلم دي نقطه مهمه انا بس عايز اقول حاجه بس بالنسبه لاستكمالا للكلام العيله لما المانيا قررت ترجع الدوري ايوه
يعني كان الكلام ان العالم كله العالم كله هيقعد يتفرج على الدوري الالماني. ورومينيجا قال احنا هيشوفنا مليارات. مظبوط. بينما هو نفسه كان قال من سنتين ثلاثة احنا متأخرين على الانجليز بعشر سنين. شوف قد ايه كرة النهاردة امبارح او النهاردة الالمان في يعني مجموعة شايفة ان الدوري الالماني لسه ضعيف وبتطالب باصلاحات في الكرة الالمانية لانها بقت متأخرة عن الكرة الانجليزية بغض النظر لان فعلا يعني الناس كلها اسبانيا وانجلترا انجلترا نعم. هوس يعني هو دايما الناس كلها بتشوف الدوري الانجليزي المركز الاول خناقه ما بين الانجليزي انا بالنسبه لي الانجليزي طبعا طبعا الانجليزي لا هو اقوى دوري الدوري الانجليزي يعني الخمسه الكبار انجليزي اسباني ايطالي ثم المانيا ثم فرنسا طبعا نعم. فلازم لازم شوف قد ايه تاثير الكوره ان العالم دول عملوا ماتش متسجل لالمانيا في كاس العالم وقت بقى توقف النشاط نعم شافوا يعني المشاهده كانت مش عاليه قوي لكن 1,700,000 تقريبا ولا حاجه زي كده كان رقم في الوقت ده اعتبر ده رقم كبير جدا انما لما لما قالوا هنرجع الدوري انا بقول لك ان الكوكب كله كان قاعد يتفرج على ماتش بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اللي صحيح. هو اللي كان من غير جمهور ومحدش بيسلم على حد دي الرساله بتاعت الرياضه والرساله بتاعت الكوره نعم سريعه ومؤثره وقويه نعم وما رجعوهاش فتوانه لا لا طبعا منظمه لا منظمه لحاجات محدده طبعا كده انا نفسي نرسل الرساله دي سواء خدنا قرار برجوعها زي ما اتاخد يبقى نرجعها كابتن منظمه وفقا لامور محدده ووقايه والكلام ده كله عشان ترسل الرساله بقى لحضرتك تتكلم عليها ده صحيح خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل هذا الحوار الهام مع ضيفي العزيزين استاذ حسن مسكا وكابتن محمد ابو العلا استاذ حسن بقى تيجي نروح انجلترا يا ريت معاك فيزا اوكي انا حتى مش عاملينها شنجن يعني مع بقيه اوروبا برضه انا حبيت انجلترا جدا الحقيقه يعني. تحبها عشت فيها 7 اشهر سنه 73 ليه كنت بشتغل تشتغل بشتغل في زي الشباب ايامها يعني فعلا؟ في مزرعه وفي مصنع والله العظيم طبعا جميل طيب كانت تجربه حلوه جدا يعني طبعا من زمان الشباب المصري كان بيطلع كان بيبقى كل شباب الجامعه اوروبا فرنسا وانجلترا فرنسا وانجلترا والمانيا واسبانيا يروح يجيبوا كل الورد. شباب الجامعه يجيبوا الورد وبيشتغلوا في المصانع هناك وبيشتغلوا في المطاعم بتشتغل مصانع ومزارع ومصانع تجربه تجربه انا انا على والله. فكره التجربه دي اثرت في جيلي كله يعني جيلنا اللي كان بيطلع يشتغل حلو, حلو ده احكي انا كنت بشتغل من الساعة 5 الصبح يعني بروح المصنع الساعة 5 واخلص الساعة 10 بالليل يعني اخش بالليل المصنع واطلع من المصنع بالليل الساعة 10 وتشوف بقى ايامها افكار الانجليز عن مصر طب فين حقوق الانسان يعني بس معلش يعني انا بحب انا استنى بس معلش لو سمحت يعني انا كنت بشتغل في مزرعه والمزرعه دي جنبها قاعده جويه في حته اسمها نورفولك في انجلترا فانا بحب الطيارات الفايترز من صغري يعني كنت بجمع بقى الكتب الطيران يعني فانا طياره فايتر بيتدربوا فوقنا فانا بصيت يعني معجب يعني فجي حد قال لي طيارة طبعا يعني انا مصري بقى فصعت عليه يعني بتقول لي ده طيارة بجد دي طيارة ما طبعا يعني طيارة بيقول هو بيقول لي طيارة انا عارف انت هتقول ايه كويس فقال لي الله هم جيت هنا ازاي كلها رحلة طويلة بس بقى واقنعته ان انا طلعت بقى من هنا على يعني شوف هم فكرتهم عن مصر ان انا ازاي وصلت انجلترا وصلت بطياره يعني معقول يعني يعني ما لكن كانت تجربه جميله جدا وحلوه وعلمتنا يعني ايه تشتغل لما رحنا اليابان تشتغل بايدك طبعا يعني. رحنا اليابان سنه 93 طلت السوبر لا 88 89 اسف طلت السوبر اليابانيين انت عارف الادب اللي في الدنيا يعني يعني ملعون ابو ام الادب ده حاجه غريبه جدا والله فالمهم جه صحفي ياباني كده يعني فبيتكلم معايا يعني فبيتكلم بعدين ايه
فالكلام جاب العربيات والمش عارف ايه، فبيقول لي انت عندك عربيه ايه؟ فقلت له عندي عربيه كذا، فاتخض. لا لا عربيه كذا، انا طول عمري احب اركب عربيات حلوه يعني، فكمل لك بس عربيه كذا ايه؟ كام سي سي دي؟ لا والله عربيه احدث موديل يعني، ساعتها الكلام ده 88 89 يعني. أيوة. قال لي ايه ده، هو انت ما بتركبش جمل هناك في مصر؟ أيوة. سيريس بتكلم. أيوة. جد يعني. ايوه طبعا. فطبعا ما كانش في موبايلات بقى اوريله ولا بتاع ولا، فقعدت احكي له شويه، فقال لي لا لا ده انا هغير. قلت له يا عم احنا كنا في كاس عالم، يا عم احنا عملنا كذا، يا عم احنا تاريخنا كذا، يا عم. فالراجل قال لي انا هغير رؤيتي وفكرتي عن مصر يعني. لحد اخر اوائل التسعينات كان مازال الفكر عندهم بهذا الامر. طيب ما خليني بقى ارجع نسيتني السؤال يا استاذ حسن. الحوارات انا بحب حوارات الذكريات دي بحبها بموت فيها، لكن تعالى بقى نروح انجلترا وتعالى نستفيد من التجربه. يورجن كلوب وتجربته مع ليفربول ده اللي يهمني، لانه كان في بدايه الحلقه دخل عادل كريم وقال انه دخل بمشروع الى ليفربول، ما دخلش بالفهلوه ولا بالعبط ولا بالصريخ ولا بالصوت العالي، دخل بمشروع لهذا النادي. ما الذي تحقق من هذا المشروع؟ وشايف انه وهو راجل مع بروسيا دورتموند عمل ده، وشايف انه الى اي مدى العلم بدا يخدم الرياضه، ولاي مدى تاثير هذا الرجل، وهل يكرر تجربه السير اليكس فيرجسون الناجحه جدا مع مانشستر يونايتد يكررها مع ليفربول؟ بص ليفربول يعني المشروع تشوفه ازاي؟ بطل اوروبا مش كده؟ محقق كل بطولاته في سنه واحده. لا بطل اوروبا لعيب عربي يعملها محمد صلاح. لا لا يعني نعم. طبعا لا يعني هو ليفربول اخذ بطوله اوروبا. وكمان قبل كده كان تاني الدوري. نعم. وبعد كده بطل الدوري بنقطه. بنقطه يعني ما ده يقول لك ده المشروع. يعني ايه؟ ما ليستر سيتي صحيح هو الرابع دلوقتي يمكن او الثالث. انما اخذ بطوله وبعدين يعني وقع بس رجع تاني. يرجع تاني رجلس. لكن الراجل ده مسات ما جه بنى فريق، اشترى لعيبه، واشترى لعيبه ما كانش حد يتوقع ان هم ينفعوا يلعبوا في ليفربول. ما لهمش لازمه يعني صلاح يعني. لا صراحة. معلش خلينا اقول مين اللي يتوقع ان صلاح يدفع فيه ساعتها 34 مليون ويكون اغلى لعيب، بس كان لامع جدا مع روما. انا مش مختلف، بس ما حدش كان يقول ان صلاح كان يبقى على قدم المستوى يقف على المنصة مع كريستيانو ومع ميسي. اختار ليه صلاح؟ اختار ايه ليه صلاح؟ نعم بالظبط. لان اللي عند صلاح مش موجود عند فيرمينيو ولا موجود عند ساديو ماني. مع ان انا توقعت انه هذا الفريق سيسقط سيقع بعد رحيل كوتينيو. الهدف نعم الهدف الثاني اللي جابه صلاح في الماتش اللي فات كريستال بالاس هو ده محمد صلاح. نعم. القطعة ياخد سبرنت في 7 متر ياخد اي مدافع في ظهره ينفرد هو والجون. نعم. هو ده محمد صلاح، هو اختاره عشان التيك اوف بتاعه ده زي الطياره الفايتر زي الاف 16 بالظبط. نعم. ما هواش تي 2 تي 16. نعم. تيو 16 يعني اللي هي يعني انا خبير في التيو 16 انا خبير انا يعني انا خبير وانا بكلمك عمال اعمل لك كده يعني هي طياره يعني عايزه ران واي طويل عشان تطلع تطير الاف 16 او الفايتر لا يعني شورت في مسافة قصيرة يعني. فصلاح كده فاختار ده عشان كده اختار ارنولد، اختار لعيبة لا يمكن حد كان يتخيل انها ممكن تبقى له. بس الاهم من ده بقى ان ده رجل مثقف، مدرب مثقف، فيلسوف فيلسوف متعلم وبتصريحاته. ممكن تجيبوا لنا بس الهيستوري بتاع الرجل ده من ساعة ما كان في ماينز وبعدين بروسيا دورتموند وثم ليفربول، طريقته في الكلام في تفكيره لما بيقول يعني انا مش بفكر خالص في الدوري اللي هو حدث تاريخي بالنسبه له يعني حاجه جميله جدا. مش ممكن اللي يبقى مليان ثقافه يبقى فاشل يعني، صعب جدا يعني، لازم يبقى عنده مشروع والمشروع ده بيبقى نتيجه تفكير ودراسه وبحث ومش يعني مش خبطه ولسع بلعيبه معينه وبعدين زي برشلونه زي جوارديولا مع برشلونه كان عنده مشروع مزبوط. كان عنده فكر مزبوط. كان عنده فلسفه قدر يحققها. هو دلوقتي برشلونه حتى لو خد الدوري لا وحش مش هو برشلونه طبعا الناس مش مبسوطه مش هو فاذا يعني هو ده المشروع لكن طبعا انا عاجبني جدا العلاقه اللي بين المدربين هناك وبين الانديه وبين الفرق وبين الناس يعني فعلا زي ما انت قلت اول واحد هنا جوارديولا
هناهم عندي نص رساله جوارديولا. رساله كانه مشجع على ليفربول. هم على طول علاقتهم ببعض. نعم. الاثنين بيتنافسوا منافسه شرسه جدا، لكن الاثنين بيحترموا بعض، بيحترموا وبيقدروا بعض. نعم. هي دي الرياضه. مش ما لنا اسالك يا ابو العلا، هل نحن امام فتح جديد؟ يعني جوارديولا غير من شكل الكره في العالم، مش عايز اكلمك. كلوب كمان زي ما قال الاستاذ حسن بقى يروح للي هو عايزه، طريقته، طريقه ادارته، حماسه، عصبيته، اللعيبه، الضرب على الصدر، ينزل يسلم على المنافس قبل فرقته، حتى هو خسران الماتش الوحيد اللي خسره في الدوري ده، تعادل ماتشين وخسر مباراه، تعادل ماتشين وخسر مباراه، ده عامل ارقام ليفربول يا جماعه، مسجل 70 هدف في 31 مباراه وداخل مرماه 21 هدف، وده رقم اسطوري يعني بالنسبه للدوري الانجليزي يعني. الطريقه بقى نفسها، وهجيب لك، تعرف جوارديولا بدا متاخر جدا، بدا بدري جدا كمدرب. كلوب ايضا بدا بدري جدا كمدرب مع ماينز، ثم مع فريق بروسيا دورتموند. والغريب بقى انه خد راحه سنه، يعني قال لك انا عايز اريح سنه جمع قواه بالظبط عشان يختار، وكان عنده عروض ثم اختار ليفربول. بس هو عنده فلسفه الا وهي لا الضغط العالي ده، هو هو مخترع. ما انا بتكلم على ده. انا بتكلم على ده، هو مخترع دي يعني. لكن قصدي ان الراجل يا كابتن شوف يعني ايه كوتش من بره، دي يمكن تميز بيها بشكل كبير جدا جدا يورجن كلوب. وبشوف طريقه المعامله والعلاقه الانسانيه بينه وبين لعيبته عامله ازاي، والثقه المتبادله بين اللعيبه دي بتدي طبعا رسائل كتير جدا جدا، بتنعكس كمان على الروح الجماعيه للفريق، وبيبان العلاقه الجماعيه اللي بين اللعيبه. دلوقتي كره القدم تيم وورك، هو اشتغل بشكل طبعا هو مدير فني الماني. الالمان معروف بالانضباط بشكل كبير جدا، عنده خبرات كبيره جدا، بدا من فرق متدرجه. لما ميزه التجربه دي ايه؟ هو صاحب اكتشاف زيدان. ميزه التجربه دي طبعا يعني ميزه التجربه بقى دي ايه؟ زيدان، مش زيدان يا جماعه، في ماينز لما كان في ماينز طبعا. ميزه التجربه بالظبط، ميزه الكابتن التجربه دي ايه؟ ان هي عجبتني فيها ان هو جمع بين ثلاث حاجات، ومش كل المديرين الفنيين يقدروا يشتغلوا بالثلاث حاجات دي. نعم. ان هو يبقى عنده رؤيه، وبعد كده يبقى عنده اختيار، يعني رؤيته تعرف بسبب الرؤيه اللي الاستراتيجيه اللي حسن اتكلم عليها، فعارف يختار لعيبه تطبق الاستراتيجيه دي. حلو. رؤيه واختيار وتطبيق، لان ممكن مدير فني كويس جدا جدا يبقى بس بيعرف يعمل افكار فكره كويسه، لكن ما يعرفش عينيه مش حلوه مثلا في اختيار اللعيبه، فمحتاج واحد تاني يختار له لعيبه، واحد تاني يبقى عنده ده بس ما عندوش التطبيق. نعم. ما يعرفش يطبق، ما يعرفش يدير مباراه. نعم. ما يعرفش يتحرك ما بين مباراه مثلا خسرانها من برشلونه بسكور كبير، يعرف يجيب العنصر اللي فكره ان انا يبقى عندي الواحد نسي حتى في التحليل المصطلحات اللي هي فكره ان انا يبقى اعرف اخلي عندي دافع نفسي من جوه اللعيبه. نعم. واقدر احفز اللعيبه نفسيا ان انا اطلعهم في اقل من موتيفيشن اقل من 4-5 ايام ان يكسبوا برشلونه. برشلونه الفريق كبير اللي هو كذا كذا. بعدين الراجل لان مش كفايه يبقى عندك صلاح وفيرميني وساديو ماني. نعم. الثلاثه اللي قدام دول لازم يبقى ناس واحد اثنين تانيين. نعم. في مستوى الثلاثه دول. نعم. وانا اعتقد انه هيعمل كده. طيب طالما بنتكلم على الثقافه بقى وثقافه المنافسه، نقرا رساله بيب جوارديولا. قال لك اهنئ فريق ليفربول بالفوز بالبريمير ليج، وفريق ليفربول يستحق. ايه التفاهه دي؟ ايه التفاهه دي بجد؟ وبعدين ما حدش بيحاسبهم. يعني اللي بيعمل كده لازم ياخذ على دماغه. علشان علشان يبقى كبير. لانك انت بتدي رساله لشباب والاطفال واولاد بيحبوا الرياضه وبيحبوا الكوره. بقى انت خليت الناس تتخانق على ادفع حاجات، ادفع الاشياء، سايبينهم كده. اتحاد مش الاتحاد ده، كل الاتحادات. نعم نعم. سايبين مدربين ولاعيبه تقل ادبها عشان او ما تحسبش او تحسب. صحيح. امال يا خرابي، امال لو بينالتي في كاس عالم هتعملوا ايه؟ ده الارجنتين خسرت كاس العالم بضربه جزاء وهميه امام المنتخب الالماني. ده خسرت كاس العالم، ده انجلترا خرجت بايد مارادونا. نعم. بايد مارادونا. نعم. واعترف انها بالايد. قال لك يد الله. لا يعني. نعم. يعني ما لو ده حصل فينا. نعم. في كاس عالم. نعم. هنعمل ايه؟ احنا بنرسخ، انا رايي بس رجاء كده يعني. نعم. كل مدرب يهلفط. نعم. لازم يتحاسب. استاذ حسن شايف ان ده الوقت المناسب، فرصه حقيقيه ان احنا بقى نبدا نضع المنظومه في الاطار الصحيح، كل واحد يبقى عارف ما له وما عليه، يقدر يقول ايه، ما يقدرش يقول ايه، لما حد حتى تلميحا وليس تصريحا يبقى عارف العواقب بتاعتها شكلها عامل ازاي؟ فرصه دلوقتي؟ لازم. مش ده. دي حاجه احنا بنتكلم في حاجه بديهيه يا كباتن. نعم.
بنتكلم حاجه بديهيه. اللي يغلط لازم يتحاسب. يعني دي حاجه بديهيه يعني بديهيه. هو هنا ينفع اقول لك يعني دلوقتي كل شويه على فكره الذهب معدن نفيس ونادر، الذهب معدن نفيس ونادر. انا بقالي بقى سنين عمال اقول القانون لازم يتطبق، القانون لازم يتطبق. المدربين واللعيبه اللي بتعترض وبتشوح لحكام علشان اوت في نص الملعب، يا خرابي، وسايبينهم ازاي؟ طيب خلينا اقول لكم ارقام يورجن كلوب قبل ما اطلع للفاصل. يورجن كلوب مع ماينز 269 مباراه. ماينز كان فريق صغير جدا في الدوري الالماني، فاز في 111، تعادل في 272، تعادل 72، خسر 86 مباراه، سجل 438، دخل مباراه دخل مرمى 358، وده رائع بالنسبه لفريق صغير في الدوري الالماني. انتقل منه الى نادي بروسيا دورتموند. طيب قبل ما اكمل على خريطه يورجن كلوب، كابتن ضياء السيد مساء الفل عليك. والله يا شوبير انت عاملين حلقه مكتمله الارقام، حتى الخولي بيكلمني وقلت له يا ابني انا مستمتع بالكلام اللي بيقوله الاستاذ حسن وكابتن ابو العلا حبيبي، ما تخلينيش حد، ما تدخلش حد يقطع الكلام وخليهم يكملوا. لا عايزينك تبقى جزء من هذه المتعه وتكلمنا على فريق العمل يا كابتن ضياء، ودي الرساله اللي حضرتك بعتها لي، قصه فريق العمل اللي بتؤدي في النهايه الى النجاح يا كابتن ضياء. ما هو طبعا هو عشان كرة جماعية، قصة فريق العمل والتعاون والحاجات دي كلها. طبعا استاذ حسن عمل فيها كتب عمل فيها كتب كتيرة واتكلمنا فيها بشكل كبير جدا طبعا. لكن كلوب مثال على مشروع. الناس في بعض الناس بتتريق على المشروع، وفي بعض الناس من الإدارات ما تفهمش ده وتمشي المدرب بعد 7 ماتشات أو 8 ماتشات ما بيلحقش. احنا عندنا انديه كتير تقدر تعمل مشاريع، يعني انديه موجوده في الدوري تقدر تعمل ده لو المسؤول اللي فيها قدر يفهم ده. كلوب قعد وقال يا جماعه انا في اول مؤتمر، انتوا ازاي اوعى حد يطلب مني دوري بقاله 25 سنه ولا 30 سنه ما جاش، اوعى تكونوا عايزينه دلوقتي. لا احنا قدامنا شغل تقريبا كده في السنه الرابعه نبتدي نتكلم على البطوله. حصل قلب الدنيا وغير فريق السكاوتينج بتاعه واشتغل على الاحصاءات ودخل لعيبه وطلع لعيبه ودخل لعيبه وطلع الاداره ساعدته في ده، ابتدى يوصل لمراكز متقدمه والناس معاه والجمهور متفاهم تماما للحاله بتاعته، ولحد ما وصل انه حقق 4 أو 5 بطولات في السنه الرابعه بشكل كبير، وبان معالم المشروع ومعالم بقت الفرقه بتلاقي في مكاسب اقتصاديه كبيره جدا، وده جانب ما ينفعش حد يغفله. بتلاقي في جانب كبير جدا في البطولات اللي هي بتزود الجوانب الاقتصاديه واللي هم بيعرفوا يشتغلوا فيها. عنده فريق سكاوتنج عالي جدا، عنده فريق تحليل وبتوصل لشركات كبيره جدا بتقدر تراقب له اللعيبه وتجيب له الاحصائيات. وبعدين في صبر دلوقتي النهارده بيجي مثلا كايتا اللي عنده هتلاقي صابر عليه، منامينو هيصبر عليه سنه عارف ان هو في وقت معين هيبقى لانه دارسينه بشكل كويس. فعايز اقول انه من غير ان المسؤول يبقى فاهم القصه كلها مش هيقدر يساعد المدرب ولا فريق عمله في عمليه الصبر، لان الرياضه بتحتاج صبر عشان تاخد منتج كويس. فانا بشوف انه صلاح كمان يعني مكسر احلام كتير. ايوه يعني صلاح كمان بصراحه مثال في تكسير الاحلام اللي عندنا احنا اللي عند الناس العاديه، هو بيكسرها لنا، واتمنى انه يكسر كمان ويوصل يا رب. هو وغيره مجموعه اللعيبه اللي بتبقى موجوده عنده عمليه الضغط العالي دي بيعملها بشكل كويس، ودي محتاجه طبعا محتاجه زي ما قلت الفيتنس كوتش بيوصلوا اللعيبه لدرجه عاليه جدا، محتاجه السرعات، محتاجه لعيبه طول الوقت ما فيش شوف نص الملعب عامل ازاي، شوف الهارموني اللي موجود في التيم ازاي لما كله بيضغط. فعايز اقول اللي بيصنع المدرسه المدرب واختياراته للعيبه اللي هي بتشغل له الجزء بتاعه، سواء ضغط عالي سواء استحواذ بهجوم كبير جدا طول الوقت اختراقات، لكن في النهايه هو ده قال اي اسلوب بيعتمد على نوعيه اللعيب نفسه ومدى اختياره هو اللي هينجح لك الاسلوب بتاعك. كابتن ضياء السيد بشكرك شكرا جزيلا، مداخله في غايه الاهميه والروعه. قبل ما نروح للفاصل
مع بروسيا دورتموند لعب 318 مباراه، فاز في 180، تعادل في 65، خسر 73، سجل 635 هدف ودخل مرمى 346 هدف. لكنه مع ليفربول بقى الدنيا اتغيرت تماما، 256 مباراه، الفوز في 157، التعادل 56، الخساره 43، سجل 551 هدف ودخل مرمى 273. الالقاب بقى، خد الدوري الالماني مع دورتموند مرتين، وخد السوبر الالماني مرتين، وخد كاس المانيا مره. في انجلترا خد الدوري مع ليفربول منذ لحظات، خد دوري ابطال اوروبا، خد كاس السوبر الاوروبي، خد كاس العالم للانديه، وحصل في 2019 على افضل مدير فني في العالم، وهو قادر على الاحتفاظ بهذا اللقب. اذا نذهب الى فاصل ونعود من جديد. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المستمعين. خلينا كابتن ابو العيلة نحط كده ضوابط وقواعد، عايزين نطبق هذه التجربه الناجحه او جزء منها. ازاي ننجح؟ ازاي يبقى عندنا مدرب كويس نقدر نستفيد منه؟ ازاي المدربين يبقى عندنا جيل جديد من المدربين؟ كل الاحترام للموجودين وكلهم مدربين 10 على 10، لكن كان هناك رهان على جوارديولا والناس كسبت هذا الرهان، كان هناك رهان على يورجن كلوب والناس كسبت هذا الرهان. امتى نقدر نراهن على اجيال سواء مدرب او اداره؟ نغير الوجوه، نغير الاشكال بس يا كابتن ابو العالي. لا ده الموضوع كابتن كبير. اول حاجه اصلا محتاج انك وانا قلت المستمعين، لا المشاهدين معلش، هم المشاهدين بيستمعوا برضه يعني مش مشكله. محتاج من البدايه اصلا فكره انت بتختار ازاي مدير فني، يعني ده برضه خلي بالك دي قصه مهمه جدا، كيفيه اختيار المدير الفني. ما نبقاش قاعدين الدنيا معلقه مثلا لحد اللحظات الاخيره انت ممكن هتختاره ازاي، او مش عارف اتعاقد مع ده وجايب ده بناء على ايه، او المدرسه الهولنديه اللي تنفع مثلا مع المجموعه دي، ولا المدرسه الالمانيه كمدير فني الماني، ولا المدرسه البرازيليه. دي حاجات مهمه جدا في كيفيه اختيار المدرب. كمان انديه كتير جدا غايب عنها فكره ان انت تبدا بالمنظومه من الاشبال من تحت. مهم جدا ان انت تعمل خطين متوازيين، ان انت لو تشتغل بخطه يعني خطه شورت تيرم او اللي هي بيسموها خطه قصيره الاجل مع الفريق الاول، وعندك خطه ثانيه لازم تمشي موازيه مع خطه طويله الاجل عشان تلتقي في نفس الحته وتتلاقى في نفس الحته في اخر تنتج حاجه معينه. لازم يكون الفكر واحد. فمحتاج كيفيه مدير فني، محتاج ان انت تحط خطه للنادي ككل. في انديه هنا عملتها ويمكن ما عملتهاش فتره طويله قوي، لكن مقصه في وقت من الاوقات كابتن عملها، مقصه يعني في وقت من الاوقات عملها، انبي في وقت من الاوقات عملها، نعم الاهلي عملها لما قعد فتره مع جوزيه، لان عنصر الوقت برضو بعد ما تختار مدير فني انك تدي له الوقت الكافي وتدي له رؤيه كامله وتدي له حريه الاختيار وبعد كده تحاسبه، دي برضو نقطه مهمه جدا. المقصه لما اشتغلها مع ايهاب جلال عمل طفره، وعرف كمان يكسب منها فلوس. انت في الاخر ممكن تعرف تعمل تحقق كل المكاسب، تعرف تجيب توصل لحاجه معينه مثلا للمربع. انت التارجت بتاعك من البدايه عايز ايه من فريق الكوره بتاعك؟ عايزه ينافس السنه دي؟ يعني يورجن كلوب اول ما جه ما خدش الدوري، قال لهم انا قدامي 3-4 سنين على ما انافس، فخد الخطه كامله 4 سنين، خد الوقت. بس هو بيختار الوقت كان في عناصر تانية شغاله معاه، فكره ان انا الاختيار، فكره ان انا بعد لعيبه من الناشئين، فكره ان انا بجيب نوعيه لعيبه تتماشى مع فكري. فدي من النقط المهمه جدا، وعنده من الوقت الكافي. ما ينفعش احكم على التجربه من اول 7-8-10 ماتشات، ما ينفعش احكم على التجربه بدري. محتاج ان انا حتى لو عايز اعمل مبدا احلو تجديد اعمله بحرفنه، ما بعملوش بفكره ان انا بهدم فريق، لان انك تعمل فريق وقوام فريق يبقى مستمر كلوب ما عملوش في يوم وليله. نعم. صلاح بقاله كام سنه شغال على ما وصل لقمه النضج، واختار السن، شوف سن اللعيبه عامل ازاي عشان يوصل بعد سنتين ثلاثه يعني يضرب في الوقت المناسب. صلاح دلوقتي عنده 27 سنه، فيرمينيو سنه مش كبير، نفس كلام ماني. فلما توصل للمرحله دي زي ما المانيا اشتغلت على كاس العالم اللي خدته، كانت شغاله حوالي 10-12 سنه، عملت مشروع وعارفه ان اللعيبه متارجته انهي لعيبه اللي هتبقى عندها السن المهم جدا لقمه العطاء. صحيح. بالنسبه لك. صحيح. في وقت معين. فعنصر الوقت مهم، كيفيه اختيار المدرب مهم جدا، طبعا التوفير، الفكره ان انت الكره صناعه، في اراده كمان انك تجيب مدرب صغير وتصبر عليه وتثقفه، كيفيه اختيار كابتن وتعلمه، مين اللي بيختار؟ مهم جدا. وتجيب اللعيبه النجوم او الناس اللي ممكن ينجحوا حتى لو ما كانوش لعيبه نجوم، ازاي تاهلهم يا استاذ حسن، وازاي تسفرهم، وازاي تعلمهم، وازاي تدربهم، وازاي تعدهم، لانه زي ما بتعد لعيب كده من الصغر كنا بنقول طاهر ابو زيد هيبقى لعيب كويس، علاء ما
ايوب ده هيبقى لعيب كويس، محمد ابو العلا هيبقى كويس، وليد صلاح الدين هيبقى لعيب كويس، مش عارف طارق العشري، قلنا اسماء كتيره جدا ان دول هيبقوا لعيبه كويسين، وبالفعل بقوا لعيبه كويسين. انا عايز اخلق جيل من المدربين يا استاذ حسن. طبعا ده بقى اصبح المهم دلوقتي، يا رب دي تكون الرساله القادمه، وعند واقدر اوزعهم على انديه الصعيد وعلى انديه الوجه البحري وعلى انديه القاهره والجيزه والقناه وعلى انديه الحدود مطروح والعريش. عايز اعمل ده يا استاذ حسن. المانيا عملت كده بالظبط سنه 2000 لما طلعوا من كاس الامم الاوروبيه، اشتغلوا 10 سنين لغايه ما عملوا اصغر جيل في المنتخب، لعب في 2010 وكان لازم ياخد هو كاس العالم في جنوب افريقيا بس اخده في 2014. صنعوا 17500 مدرب ناشئين، 17500 و500 وفي الفتره العشر سنين دي كان عند الانجليز مقابل 17500 900 مدرب للناشئين. نعم شايف الفرق قد ايه. على فكره انجلترا اشتغلت بعد كده اخر 4-5 سنين على الناشئين برضو. نعم عشان كده الكره الانجليزيه ابتدت لاول مره ياخدوا كاس عالم للشباب فابتدت الكره الانجليزيه اصلا تتغير. anyway يعني مهم جدا يبقى عندك مشروع. مفيش حاجه اسمها سي في بس في المدرب بالنسبه لاختيار المدرب. نعم يعني الفرق بتاعتنا دايما بتختار المدرب على السي في، شهادات الخبره بتاعته. نعم. كانه يعني سابقه الاعمال. نعم. اللي هو يعني مقاول يعني. لا مش كفايه. نعم. ده مهم قوي السي في. نعم. انما المهم جدا شخصيته، ثقافته، فلسفه، عنده فلسفه ولا لا. صحيح. انت عايز ايه من المدرب؟ نعم. طب هو مانشستر سيتي جاب جوارديولا ليه؟ عارف ليه؟ عشان مانشستر سيتي يبقى نادي نجم في الكره الارضيه. نعم. ما يبقاش كفايه ان هو بس كده يعني. استاذ حسن نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن ابو العلا نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. خلص الكلام، مسك الختام، سلام.